فرغنا من ابواب هبت هديه صدقه كل فرغنا ثم باب الوقف. نعم. الوقف هو لغه الحبس، وشرعا حبس مال يمكن الاندفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهه. هذا هو الوقف. والحبسنا وقف بمعنى حبس، ثم شرعا حبس ماله، فإذا حبس شخص لا يكون وقفا في الشرع. حبس ماله يمكن الانتفاع به، كيف يمكن الانتفاع به؟ مع بقاء عينه. فإذا لو كان الانتفاع به باستهلاك عينه لا يكون وقفا، ثم كيف يحبسه؟ يحبس هذا المال بقطع التصرف في رقبته، يعني في ذاته يقطع هذا الحبس بقطع، يقطع التصرف في رقبته معناه في ذات هذا المال لا يصح التصرف، أما التصرف صحيح يعني في الانتفاع فقط، أما في ذاته لا يصح شيء من التصرفات، ينتهي كل تصرف. ثم حبس على أي شيء؟ على مصرف مباح وجهة، يعني على جهة مباحة، على مصرف مباح. نعم. هذا هو الوقف. والأصل فيه، والأصل في مشروعية الوقف ما هو؟ خبر مسلم رضي الله عنه إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله معناه انقطع ثواب عمل، لا يكون لهذا الميت شيء من ثواب العمل إلا هذه الأعمال الثلاثة، فإذا يصل إليه ثواب هذه الأعمال الثلاثة، أما نفس العمل ينقطع عن الميت نعم إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح، يعني هكذا أعمال ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. نعم. أو ولد صالح يدعو له، يدعو له هذا بقية الحديث قبله فسر الشارح، ولد صالح أي مسلم يدعو له، مسلم يعني معناه سني، أما صاحب البدعة لا يدعو لوالده بل هو ينكر، لو دعا أحد أو يعني لو أوصل ثوابا هو ينكر، فإذا معناه ولد صالح معناه سني صوفي. نعم. هكذا يعني عند الاطلاق يرجع إلى الفرد الكامل، المسلم الفرد الكامل من المسلمين هم يعني هذا أمة المتابعة، أمة ثلاثة، أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة المتابعة، أمة يعني الدعوة جميع المكلفين إنسا وجنا، أمة الإجابة من أجاب الدعوة يعني كل أهل القبلة يدخل فيه أهل السنة وأهل البدع كلهم، أما أمة المتابعة يعني أهل السنة فقط، هذا هو الفرد الكامل من المسلمين، فإذا عند إطلاق المسلم يرجع إليه، لو لم تدل قرينة على العموم وهنا قرينة على الخصوص. ولد صالح هذا يعني قواعد كثيرة تدل على ما قلت، هذا دعوة المبتدي، دعاء المبتدي غير مقبول، فإذا لو دعا لوالده هذا غير مقبول. نعم. ثم ولد صالح أي مسلم يدعو له. وحمل العلماء، فإذا أين في هذا الحديث مسألة الوقف؟ هناك ذكر صدقة جارية فقط. نعم. هذا الذي يقول وجه الدلالة يبين. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة. لماذا؟ وهذه الوصية بالمنافع المباحة نادرة،
في أجل ذلك الوقوع كثير. فإذا الذي يرد في النصوص يحمل على الغالب، هذا قاعدة أخرى، ما يرد في النصوص أو ما ورد في النصوص يحمل على الغالب، فهذا نادر وذاك غالب. لذلك حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف وهو الغالب. نعم، هذا هو بيان وجه الاستدلال. ثم ذكر هنا يعني ثلاثة أمور فقط، لكن ليس ثلاثة فقط، هذا حصر يعني عدد ليس له مفهوم. ذكر الإمام السيوطي رحمه الله عشرة أمور عشرة، وقوله إلا من ثلاثة، هذا العدد لا مفهوم له، فقد زيد على ذلك أشياء نلمها اللام السيوطي رحمه الله فقال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر، لا يجري عليه من خصال غير عشر. فإذا هو ذكر عشر خصال: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، ووراثة مصحف، رباط ثغر، حفر البئر، إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، وبناء محل ذكر، هكذا عشرة. وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم، فخذها من أحاديث بحسبه. فإذا كل هذا ثبتت بالأحاديث. نعم نعم. ووقف عمر رضي الله عنه. فإذا أولا ذكر الأصل فيه خبر مسلم، ثم هذا وقف عمر رضي الله عنه، هذا أيضا أصل في مشروعية الوقف. هذا وقف عمر كيف يكون أصلا؟ هذا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقر. نعم، عمر رضي الله عنه وقف أرلا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، صار مأمورا من النبي، فإذا صار هذا أصلا لمشروعية الوقف. نعم، وشرط فيها شروطا. عمر بن الخطاب عندما وقف هذه الأرلة التي نالها بخيبر شرط فيها، من شرط؟ عمر شرط فيها شروطا، منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هكذا ذكر. ثم وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، هذا رواه الشيخان. مع هذه الشروط أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله وغيرهما. نعم، هذا شروط: لا يباع أصل هذه الأرض، ولا يورث ولا يوهب، وأن من وليها يعني ولي نظارة هذه الأرض، ماذا يأكل منها؟ نعم، هذا مسألة نظارة الوقف، هو يأخذ النفقة من هذا، كذلك هو شرط جوز. من وليها يأكل منها يعني من رعي هذه الأرض، يأكل بالمعروف، المعروف يعني القدر المعتاد. نعم، ويطعم صديقا أيضا، هذا أيضا جوز، لكن غير متمول، يأكل ويطعم، كيف يأكل ويطعم؟ غير متمول فيه، متمول يعني غير متصرف في يعني متصرف تصرفات المال، لا يتصرف تصرفات الأموال، بدون ذلك يأكل ويطعم فقط. نعم، غير متمول معناه غير متصرف فيه، في هذا المال. نعم، رواه الشيخاني، وهو أول ما وقف في الإسلام. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما وقف في الإسلام. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه لما سمع خبر عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها، رجع عن قول أبي حنيفة رحمه الله
ببيع الوقف. نعم، هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. حينما بلغه هذا الحديث رجاء قول أبي حنيفة رحمه الله ببيع الوقف، كان يجوز يعني بيع الموقوف. وقال لو سمع، ثم قال أبو يوسف لو سمعه، يعني لو سمع أبو حنيفة رحمه الله هذا الخبر هذا الحديث لقال به. أقول بعدم جواز البيع. أحا وقف عين معينة مملوكة تفيد وهي باقيتنا، وقفت وسبلت كذا. من هنا يبين المصنف شرط المال الموقوف، ثم بعده يبين هذا يجب اللفظ لفظ الإيجاب فقط، لا يجب لفظ القبول. صح وقف عين معينة، فإذا لا يصح وقف عين مبهمة، ينبغي أن يكون معين. ثم ثانيا مملوكة للواقف، لو لم يكن مملوكة للواقف لا يصح. مثلا رجل استأجر عينا، استأجر دارا أو أرلا ثم يقف، هذا لا يصح. لماذا؟ ولا يملك هذا العين، بل هو يملك منفعة ثم لا يكفي مجرد الملك، في الملك أيضا قيد. هذا الذي يذكر ثالثا ملكا يقبل النقل، إذن لو لم يقبل النقل فلا يصح. مثلا ماذا؟ أم ولد المدبر، إذن رجل صح وقف عين معينة مملوكة للواقف ملكا يقبل النقل. أولا ينبغي أن يكون عينا، فإذا لا يكفي، لا يجوز وقف المنفعة فقط. أو ثم ينبغي أن يكون عين معينة مملوكة، إذا لو لم يكن له ملك في هذا العين مثل الإعارة والمستأجرة لا يصح. ثم ينبغي أن يكون الملك ملكا يقبل النقل، فإذا لو كان ملكا لا يقبل النقل فلا يصح وقف هذا العين. مثلا رجل عنده يعني عبد نوامة هكذا، لكن هذا عبد مدبر يعني علق عتقه بموته، أو أم ولد، أمته أم ولد يعني ولدت له ولدا، إذن هذا لا يقبل النقل. لماذا؟ لا يجوز له بيع هذا الرقيق هذا العبد وهكذا. ثم تفيد فائدة حالا أو مآلا، ثم ينبغي أن تكون هذه العين مفيدة فائدة، إذا لو لم تكن لهذا العين شيء من الفوائد لا يجوز وقفه. هذه شروط الموقوف. نعم، فائدة إما حالا أو مآلا، هذا لا يشترط الفائدة يعني الراهنة والحالية، بل لو كانت الفائدة في المآل أيضا يجوز كثمرة. فإذا رجل يريد أن يقف شجرة، إذا فالشجرة ينبغي أن تكون مثمرة إما حالا أو مآلا، فإذا شجرة لا تثمر أصلا لا يصير وقفه. ثمرة أو منفعة، أو يعني من هذه الشجرة منفعة أخرى، لو لم تكن شيء من المنافع لا يصح وقفها. كذلك اللبن، ثم رجل يعني وقف بقرا أو شاة أو إبلا هكذا ناقة، يكون يعني فائدة. ما هي؟ هذا لبن، أو يكون يعني يقف للركوب، ركوب منفعة. تستأجر لها غالبا، ثم في هذه المنفعة
شرط ينبغي أن تستأجر لها غالبا. فإذا هذه منفعة تافهة جدا لا تقابل بمقابل ولا بمتمول، لا يجوز وقف هذا اللين لأجل هذه المنفعة. فإذا استئجار منفعة تستأجر لها، ذكر المثال يعني السكنة واللبس هكذا. رجل يعني يقف ثوبا والثوب يلبس هذاك، ثم وهي باقية، ما هذا العين تفيد فائدة على أي حالة وعينها باقية هكذا تفيد. بعض الأشياء أو بعض العيان تفيد فائدة باستهلاكها، وهذا لا يصح وقفها، لأنه شرع ليكون صدقة جارية. هذا علة لشرط البقاء. لماذا يشترط في الموقوف أن تكون عينها باقية مع الإفادة؟ لأن الوقف مشروع ليكون صدقة جارية. متى تكون جارية؟ لو كانت عينها باقية، وإلا لا تكون تجري. فذلك كوقف شجرة لريعه وحلي للبس للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع وهكذا. هذه أمثلة وقف شجر لما لرأيه من لم يصبت عنده ميكروفون لم يقف يغلق. من يفتش؟ ثم لا يبقى غير مغلق ميكروفون جاهز. ثم وذلك كوقف شجرة لريعه، فإذن لريعه يعني غلت مثلا ثمرته وفاكهته، وفي بعض الأشجار تكون أوراقها أيضا، أوراق يندفع بها. ثم وحلي للبس وحلي للبس ونحو مسك لشم، رجل يعني وقف المسك لشم، فإذا لا يستخدم عينها بل يعني يشم فقط. وريحان هذا أيضا أعتفن على قوله مسك، ريحان لو كان مزروعا يصيح وقفه، ما لو كان مقطوفا لا يصيح. الريحان المحسود لا يصيح. لماذا؟ هذا يفسد بسرعة كما ذكر في التحفة. ريحان هذا نبت خاص، ريحان يطلق على على نبت طيب الريح، على كل نبت طيب الريح. لذلك ريحان هو نبت خاص من بين النبت، يطلق على طيب الريح أيضا، على كل نبت طيب الريح. لذلك يدخل في هذا الريحان الورد والياسمين وغيرها. نعم لو كان مزروعا يصح، لو كان محسودا مقطوعا لا يصح. بخلاف عود البخور، عود البخور يبخر به، هذا يشم لكن يستهلكه لا يبقى عينه، لذلك لا يصح، لأنه لا يندفع به إلا باستهلاكه. استهلاكه يعني عود البخور لا يندفع به إلا باستهلاكه، يعني لا تبقى عينها، لذلك لا يجوز لا يصح وقفها. ثم والمطعوم،
أتهن على قوله عود البخوري. فإذا بخلاف المطعوم، المطعومات لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن نفعه في إهلاكه، نفع المطعوم في إهلاك عينه، لذلك لا يصح وقفه. ثم وزعم ابن الصلاح رحمه وزعم ابن الصلاح رحمه الله صحة وقف الماء اختيار له. يعني لو كان هذا المطعوم لا يصح وقفه، فهل يصح وقف الماء؟ لا يصح وقف الماء، لأن الماء من المطعومات، مطعومات يعني عامة، من المشروبات داخلة في المطعومات هنا، فإذا لا يصح وقف يعني الماء. لكن هذا ابن الصلاح رحمه الله صحها وذكر أنه يصح وقف الماء، هذا اختيار لهنا ليس براجح. أما في المساجد هناك يقف الماء للوضوء والطهارة وهكذا، سيأتي مسألة هل يجوز من هذه الحيال الموجودة في جوار المساجد كل شيء، الشرب والوضوء والغسل وهكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ سيأتي مسألة. إذن ذاك بناء على أن هذا الموضع موقوف، يعني هذه الجابية أو هذا الحوض هو موقوف، فإذا الذي يصب فيه من الماء ما يصرف على الحاجة التي وقف عليها هذا مكان هذا الماء، هكذا هذا هو الراجح عندنا، الماء وقفه لا يصرف. نعم. ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تسليمه، ووقف العلوي دون السفلي مسجدا. يصح وقف المغصوب وإن عجز عن تسليمه، وهذا أشكل عليه على المصنف صاحب الحاشية هنا في ذكر هذه المسألة هنا، ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه، وهذا في الحقيقة ذكر هذه المسألة المصنف نظرا إلى عدم إمكانية التسليم، تسليم الموقوف لا يشترط إمكانية التسليم، يعني في المبيع يجب التسليم فإمكانية التسليم وإلا لا يصح البيع، أما الوقف ليس كذلك. الوقف لو كان يستطيع التسليم أو لا يستطيع التسليم يجوز الوقف، ثم إن ظفر به يستفيد بفائدته، هكذا هذا الذي ذكره، ويصيح وقف المغصوب. فإذا المغصوب يعني ليس الغاصب، بل المغصوب منه يقف، الغاصب لا يقف المغصوب. لماذا؟ هذا المغصوب ليس ملكا له، فإذا عندما ذكرنا ذلك القيد خرج المغصوب، وهذا من يقف المغصوب منه يقف ما له المغصوب، وإن عجز عن تخليصه يصح الوقف. الواقف يعجز عن تخليصه. ثم ووقف العلو دون السفل مسجدا، هذا أيضا صحيح. ووقف العلو أتهن على قوله ووقف المغصوب، يكون المعنى يصح وقف العلو دون السفل مسجدا، فإذا يكون في المبنى أطباق أكثر من طابق، طوابق موجودة، فإذا الطابق يعني مثلا الثاني والثالث يقف مسجدا ويترك الأسفل بدون الوقف، أو على العكس أيضا. مصنف ذكر هذا فقط، لكن في بشرى الكريم حاشية شرح بافضل ذكر فيه هنا وعكسه، يعني وقف السفل دون العلوي، يقف الطابق الأسفل مسجدا باستثناء الطابق الأعلى، هذا أيضا لو لم يستثني هكذا يعني
مثلا أرض وقف مسجدا يدخل في هذا الوقف إلى قعر الأرض المكان، وكذلك إلى السماء السابعة يقف. نعم، الهواء كل سماء كل يدخل، لو لم يستثن، لو استثنى يسير هكذا. واللوجه صحة وقف المشاع، هل يجوز وقف المشاع؟ نعم، يسيح وإن قل، يعني هذا المشاع لو كان قليلا، المشاع الذي يقف مسجدا، ممكن هذا عشر هذا المشاع، هذا عقار كبير من هذا رجل وقف حله، فهذا الحل يعني عشر هذا هو قليل. ثم ويحرم المكس فيه، لو وقف هكذا المشاع يحرم المكس فيه على الجنوب، يعني على جميع الأرض، هذا مشاع. فإذا اعتراضا لهذا واحتفالا يحرم على الجنوب الحائل والنفساء هكذا المكس في هذا الأرض المشاع جميعا تغليبا للمنع. نعم، ويمتنع اعتكاف، ومع ذلك لا يصح الاعتكاف هناك. لماذا؟ يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد خالص، كما علم من باب الاعتكاف. الاعتكاف يصح في باب في مسجد خالص، وهذا ليس مسجدا خالصا، بل هذا مسجد مشاع، يعني لم يميز هذا المكان الموقوف أو هذا المقدار الموقوف من هذا المشاع. بعد تخصيصه وتمييزه يصح، صار مسجدا خالصا، قبله لا يصح. نعم، ويحرم المكس فيه، كذلك يمتنع اعتكاف وصلاة به، يمتنع الصلاة بهذا المشاع من غير إذن مالك المنفعة، من غير إذن مالك المنفعة. فإذا لو كان بإذن المالك تصح الصلاة، لا يمتنع الصلاة، وإلا يمتنع الصلاة، امتناع يعني بمعنى الحرمة. نعم، يمتنع الصلاة يعني، أما امتناع الاعتكاف بمعنى عدم الصحة، هذا امتناع الصلاة ليس بمعنى عدم الصحة بل بمعنى الإثم والمعصية. لو كان بإذن المالك يصير، هذا من غير إذن مالك المنفعة هذا راجع إلى الصلاة فقط. نعم، لماذا؟ لأن الإذن لا يؤثر في الاعتكاف. وهذا فإذا يعني بين شروط للمال الموقوف، بعده يبين ركنا آخر للوقف، هذا بالإيجاب لا يشترط فيه أو لا يجب فيه القبول كما يجب. صح وقف عين بوقفت وسبلت كذا على كذا وحبست، إما اذكر صيغة وقفت أو سبلت أو حبست، كل هذا من صيغ الصريح. يصيح الوقف بصيغة صريحة وكناية، وهذه من الصرائح. وقفت وسبلت وحبست كذا على كذا. فإذا أولا هذا التوقيف، ثم يبين ماذا وقف كذا، هذا إشارة إلى الموقوف، إلى المال، إلى المال المعين الموقوف. ثم يبين الموقوف عليه، لذلك قال على كذا، هذا واجب، ينبغي يبين الموقوف والموقوف عليه أيضا. أو فإذا هذا يرجع كذا على كذا، كلاهما يرجعان إلى الثلاثة، وقفت كذا على كذا، سبلت كذا على كذا، حبست كذا على كذا. ثم أو أرلي موقوفة أو وقف عليه، عليه ضمير يرجع على كذا. فإذا أرلي موقوفة على كذا أو أرلي وقف على كذا. ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، فصريح بالأصحي. يعني أولا ذكر خمسة من الصيغة،
وقفت زبلت ثم حبست ثم قال أرلي موقوفة أو أرلي وقف، كل هذا صريح ليس فيه خلاف، لكن بعده ذكر بعض صيغة فيها خلاف، هل هي صريحة أو كناية؟ تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة، أو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة مؤبدة، أو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة لا تباع، أو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة لا توهب، أو قال لا تورث. هذا وقف أو لا؟ نعم، هذا صريح بالله صحيح، لا حاجة إلى النية. نعم. ثم فإذا كيف صار صريحا وهنا لفظ التصدق ليس يعني لفظ الوقف والتسبيل والتحبيس، بل هذا التصدق يعني بهذه القرائن منصرفة إلى الوقف، ما ذكر تصدقت بكذا على كذا فقط، بل قال تصدقت صدقة محرمة، هذه القرائن صرفتها صرفت كلمة صدقة إلى الوقف. ثم ومن السرائح قوله جعلت هذا المكان مسجدا فيصير به مسجدا. نعم، هذا الجعل هنا، أو وإن لم يقل لله ولا أتى بشيء مما مر، مع ذلك يكون صريحا، لو لم يذكر لله أو لم يأتي بشيء مما مر، ماذا مر؟ هذا عدم البيع، عدم الهبة، عدم الإرث. فإذا لم يقل جعلت هذا مسجدا لا يباع أو لا يوهب أو لا يورث، هكذا لم يذكر. نعم، مع ذلك يكون مسجدا، لماذا؟ لأن المسجد لا يكون إلا وقفا. هنا استعمل صيغة أو كلمة الجعل، كيف يكون الجعل للوقف؟ كيف يفيد الجعل للوقف؟ لأجل هذه القرينة، يعني ذكر جعلت هذا مسجدا، المسجد لا يكون إلا وقفا، لذلك دلت صيغة الجعل على الوقف صريحا. ثم ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية. رجل يعني وقف مكانا للصلاة، فإذا هذا يكون وقفا للصلاة لكن ليس صريحا في المسجد، بل هذا كناية في المسجد، فإذا لو نوى المسجدية يكون مسجدا وإلا لا يكون مسجدا. الفرق بينهما يعني الموقوف للصلاة لا يصير فيه الاعتكاف، الاعتكاف يكون في المسجد فقط، فإذا هذا مكان يكون موقوفا للصلاة يصلى فيه، ومع ذلك لا يصير الاعتكاف. فإذا لو وقف هكذا وقفته للاعتكاف، هكذا لو وقف للاعتكاف يكون صريحا في المسجدية، لماذا؟ كما ذكرنا في المسجد، المسجد لا يكون إلا وقفا، كذلك الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لذلك لو وقف لأجل الاعتكاف يكون مسجدا صريحا. ثم فلا بد من نيتها وكناية، ووقفته للصلاة صريحا في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية، فلا بد من نيتها، نيتها يعني نية المسجدية في غير المواد. فإذا هذه كلها تدل على أن الصيغة واجبة في الوقف، نعم، يعني في وقف المسجد. أخيرا بينا ومن السرائح قوله جعلت هذا المكان مسجدا، من هناك بينا أن الصيغة ركن من أركان الوقف،
لكن هذا هنا في غير الموات. فإذا في غير الموات يتعلق بكلامه السابق بالذي علم من كلامه السابق. يعني تشترط الصيغة في وقف الموضوع مسجدا، لكن هذا لا يشترط في الموات. رجل بنى في الموات بناء على هيئة مسجد، فإذا هذا يكون مسجد. يعني صيغة محتاجة لما لنقل من لإخراج هذا المكان عن ملكه. الواقف ماذا يفعل؟ هو يملك هذا، ثم يخرج هذا المال أو هذا المكان عن ملكه، لذلك هو يذكر صيغة. أما في يعني موات هو لا يملك، بل هو يعمر هذا، إذن ليس في ملكه هذا. وهذه العمارة تعتبر وقفا للمسجد. فإذن في غير الموات هذا يعني متعلق بما علم مما سبق. ثم ونقل القمولي عن الروياني رحمهما الله وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع فيها متى شاء. رجل عمر مسجدا خرابا، يعني هو عمل الترميم في مسجد خرب جزء منه، انهدم جزء منه هكذا، يعني هو غير بابا هكذا او منبرا او سقف شيئا من السقف هكذا عمره. ثم ولم يقف آلاته، ولم يقف هذه الآلات التي او استعملت لعمارة هذا المسجد. كانت عارية، فهذه الآلات تكون عارية للمسجد له يرجع فيها، عارية لما للمسجد، وهذه الآلات عارية للمسجد يرجع فيها، هذا العامر الذي عمر المسجد يرجع في هذه الآلات متى شاء، هو يأخذ يعني هذه عارية فقط. هناك أيضا شبهة من زيادة قوله من نقل القمولي عن الروياني وأقره، ثم قال من أنه، ما موقع من؟ هذا بيان للضمير المنصوب أقره، هذا الضمير يرجع إلى ما إلى المنقول، ثم ذكر بيانا لها من أنه. ثم ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف و حرمة المكسي للجنبي لما أضيف من العرل الموقوفة حوله إذا حتيج إلى توسيعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله وغيره. هذا مسألة بالنسبة إلى توسيع المسجد. يعني أولا يبنى مسجد، ثم بعد ذلك عندما تكثر الناس يوسع المسجد، فإذا هذا الذي أضيف إليه عند التوسية هل يثبت له مقام حكم المسجد؟ لا يثبت له حكم المسجد بهذه الإضافة، بل يحتاج إلى وقف جديد. هذا الذي يذكر لا يثبت حكم المسجد. ماذا حكم المسجد من صحة الاعتكاف؟ كذلك حرمة المكسي من صحة الاعتكاف وحرمة المكسي للجنبي، هذا من أحكام المسجد. لما أضيف من الأرض لا يثبت، لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله، يعني أولا هذا مسجد، هذا بناء حوله يكون أرض موقوفة للمسجد، فإذا أضيف من هذا الأرض إلى المسجد شيء ثم وسيع، فإذا هل يثبت لهذا هذا الذي أضيف حكم المسجد حتى يصح الاعتكاف فيه، يعني بعد البناء بعد التوصية يحرم المقصود؟
لا يثبت شيء. متى أضيف إذا احتيج إلى توسيعته، يعني عند احتياج توسيع المسجد أضيف إليه مما من الأرض الموقوفة حول المسجد، لا يثبت له على ما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله وغيره. نعم، ذكر هناك في الحاشية. نعم، أي ولم يوقف ما أضيف له مسجدا أيضا، وإلا ثبت له حكم المسجد كما هو ظاهر. نعم، بالإضافة لا يثبت له حكم المسجد. فإذا هكذا أضيف ثم وقف هذا المضاف، فإذا هناك يعني هكذا ذكر في الحاشية، لكن وهذا الوقف لا يتصور أو لا يتيسر في جميع الأماكن، وهذه المسألة مفروضة أين؟ في الأرض الموقوفة حول المسجد. فإذا هذه الأرض موقوفة حول المسجد، وهذا الذي أضيف إلى المسجد، فإذا كيف يصيح وقفه؟ لا يصيح وقفه مرة ثانية، هذا أرض موقوفة للمسجد، يعني هذه أرض موقوفة للمسجد، لماذا؟ للانتفاع بها، إما برأيه غلته هكذا يكون هناك أشجار كذا كذا، فإذا هذه الأرض موقوفة حوله، لذلك لا يصح وقفه مسجدا مرة أخرى. فإذا الذي ذكره المصنف يعني مطلق، أما لو كان الأرض غير موقوفة بل مملوكة في المسجد فقط لم يسبق وقفه للمسجد، عندئذ يصح، هكذا تفصيل في المسجد. وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ، ولا يأتي فيه خلاف المعطاط، خلاف المعطاط لا يأتي في يعني في الوقف، هذا المعطاط في البيع والإجارة والإعارة وهكذا يصير يجري، أما هنا في الوقف لا يجري هذا الخلاف، بل يجب يعني اللفظ، اللفظ يعني للإيجاب. ثم ولو بنى بناء على هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن. رجل بنى بناء على صورة مسجد، يعني يكون هناك منارة كذا كذا، كذلك في داخل المسجد محراب منبر هكذا، هكذا بناء على صورة مسجد، وأذن في إقامة الصلاة فيه، وأذن إذنا عاما للمسلمين يقيموا الصلاة فيه جماعة هكذا جماعة، لا يخرج لم يخرج بذلك عن ملكه، بهذا الإذن ماذا؟ لا يخرج هذا المكان من ملكه، هذا البناء من ملكه، من ملك هذا الباني والآذن، كما إذا جعل مكانا على هيئة مقبرة، رجل يعني حوط مكانا جعل على صورة مقبرة ثم أذن في الدفن، هل يخرج هذا المكان عن ملكه؟ لا يخرج، بل يجب يعني اللفظ، هذا مسألة متفرعة على شرط اللفظ، هنا لم يكن لفظ يدل على الوقف، لذلك لا يخرج من ملكه، بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا، لماذا؟ الاعتكاف يكون في المسجد الخالص، لذلك إذنه للاعتكاف فيه يدل هذا الإذن على أنه جعله مسجدا. ثم قال البغوي رحمه الله في فتاواه: لو قال لقيم المسجد يضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقله وله استرداده قبل أن يبني به عنده. فإذن رجل قال لقيم المسجد يعني للناظر المسجد
ناظر إما يكون شخصا أو يعني هذا رئيس لجنة الإمارة هكذا. قال له اضرب اللبن منه، يعني يقطع اللبن، اللبن وهو يقطع ويصنع اللبن من أرضه، يعني أولا لو لم يعني يأخذ التراب ويصنع اللبن ويحرق وهكذا، أو يكون يعني الأرض أرلا يعني حجاريا يعني، فإذا يقطع يعني الحجارة، الحجارة هكذا. لماذا يضرب اللبن للمسجد؟ فضربه هكذا أمره، فإذا جاء الناظر ناظر المسجد بالعمال وضربوا لأجل المسجد لبنه، وبنى به المسجد، بعد ذلك بنى به المسجد، صار له حكم المسجد، يعني هذا صار حكم مسجدا، فهذا المبنى صار مسجدا. فإذا يصح الاعتكاف فيه، يمتنع المكسو للهائل وهكذا، وليس له نقله. وبعد ذلك لا يجوز لهذا القائل نقله، يعني نقل اللبن لا يجوز، وله استرداده، يعني يجوز له الرجوع في اللبن، وكذلك أخذ هذه اللبن ردا قبل أن يبنى بها، قبل أن يبني به. لو بنى كأنها مثل الصدقة التي قبلت، الصدقة بعد القبض يعني تكون لازمة، كذلك هنا صارت لازمة، لا يجوز استرداده بعد البناء، ما قبل البناء يصح. فإذا يجوز له استرداده قبل أن يبني له، يبني به. وعلها القلب القيني رحمه الله بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل، والأسنبي المدارس والربط، ألحق بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل. فإذا معناه رجل ناذنا أن تحفر في أرضه بئر هكذا حفرت، فإذا هل يجوز له الرجوع بعد الحفر؟ لا يجوز له الرجوع بعد الحفر، معناه هكذا. قال قال ولو قال رجل يحفر البئر للسبيل وهو تكون فحفر، تكون البئر للسبيل بنفس الحفر، نعم هذا معناه. كذلك من الأسنبي رحمه الله ألحق المدارس والربط، فإذا رجل هكذا قال يضرب اللبن من أرلي للمدرسة، أو قال يضرب اللبن اللبن من أرلي للرباط، الربط جم الرباط، رباط صوفيتنا، على شيوخ صوفيتي يسكنون مريديهم برباطه، هذا المكان يقال له رباطنا، مسكن المريدين عند الشيوخ. ثم وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه. فإذا والذي سبق يعني ضرب اللبن من الأرض، يعني ثم ناظر المسجد أو ناظر المدرسة أو ناظر الرباط بنى، فإذا بالبناء صار مسجدا أو مدرسة أو رباطا. وهذا ناظر المسجد يأخذ اللبن، هو يعني يجمع من بين الناس، هذا آلات البناء، هذا لبنا حجارة، فكذلك يعني أمتية البناء كلها، يعني ما يستعمل للسقف والعمود هكذا، يجمع هذه الأمتية ثم بنى بها بناء صار مسجدا، لا حاجة إلى الوقف.
فإذا هذه مسائل متفرعة على شرط اللفظ، وفي هذه الصور لا يشترط اللفظ ولا يشترط الوقف. فإذا كذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية، زاويتان مكان العبادة أو رباطا، فيصير كذلك، يصير كذلك يعني يصير وقفا بمجرد بنائه، لا حاجة إلى الوقف. نعم، وهذا الشيخ أبو محمد قال هكذا، هذا حكم عام، يعني هنا ليس فرق بين المسجد والمدرسة والرباط والزاوية، يعني حكم كلها واحد. لذلك لو جمع واحد هكذا أمديات الحجارة السمنت وهذا يعني خشب للسقف وسائر أمديته ثم بنى بها بناء، وبالبناء صار مسجدا، لا حاجة له، يثبت له حكم المسجد. نعم، وضعفه بعضهم هكذا هو أفتى ذكرها، لكن ضعفه بعضهم. نعم، ويصح وقف بقرة على رباط، رجل وقف بقرة على رباط، فإذا كيف ينتفع بها؟ هذا الذي يقول ليشرب لبنها، يعني سكان الرباط يشربون لبنها، هذا صحيح، من نزله، من ليشرب لبنها من نزله، من ينزل الرباط يسكن في الرباط يشرب لبنها، إما ليشرب أو ليباع نسلها لمصالحه، لا يشرب اللبن بل لماذا هذا الوقف؟ وقف ليباع نسلها، هذه البقرة تنتج مرة ثم تنتج، فإذا هذه الأولاد تباع لمصالح الرباط. نعم، هذا أيضا صحيح. ثم وشرط له تأبيد وتنجيز وإمكان تمليك. وشرط له أي للوقف تأبيد، فإذا شرط له التأبيد، فإذا لو وقت الوقف لا يصح، هذا الذي قال فلا يصح تأقيته كوقفته على زيد سنة، وقفت هذا الشيء على زيد سنة أو سنتين أو 10 سنوات، هكذا لا يصح. لماذا؟ ما لم يكن هناك تأبيد، ينبغي أن يكون مؤبدا. وكذلك شرط له للوقف تنجيز، فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر، هذا ليس بسهل. نعم، يصح تعليقه بالموت، لو علقه بالموت يصح، كوقفت داري بعد موتي على الفقراء، لكن هذا ليس وقفا على التحقيق. لذلك قال فيما بعد، قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، يعني هو هكذا وقف، مثلا هو اختار من نارله شيئا ثم قال، أو يعني هو جعل داره أو يعني شيئا من أمتيته أمواله وقفه بعد موته، فإذا هذا تعليق بالموت يصح هكذا قال، لكن ذكر فيه الإمام القفال لو عرضها للبيع، يعني بعد هذا الوقف ماذا فعل؟ جعله معروضا للبيع، فصار رجوعا يعني رجوعا عن الوقف، هكذا قال القفال. لو كان الوقف صحيحا فلا رجوع فيه، فإذا ما معنى صحة الوقف؟ هذا ما يصح باعتبار أنه وصية فقط، ليس هذا وقفا حقيقيا، لو كان وقفا حقيقيا لا يصح الرجوع،
لذلك قال شيخان وكأنه يعني هذا الوقف المعلق بالموت صحيح هكذا ذكر الأئمة الثاني من الصحابة فإذا معناه هذا يصح أنه باعتبار أنه وصية فإذا لو كان وصية لا يخرج إلا من الثلث يعني يثبت هناك أحكام الوصية فإذا لو كان هذه الدار أكثر من ثلث تركته يحتاج إلى إملاء الورثة وهكذا ذكر قال الشارح محمد رملي في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه يصح الرجوع عن الوصية في الوقف لا يجوز وهنا يصح وفي عدم صرفه للوارث لو كان وصية لا يصرف للوارث وحكم الأوقاف في تبيده وعدم بيعه وهبته ويرثه فإذا يعتبر هنا بعض أحكام الوقف يكون مؤبدا لا يجوز بيعه ولا هبته ويرثه هكذا لا يرث يعني لو لم يرجع يثبت هذه أحكام الوقف لو رجع يعني لا تثبت أحكام الوقف بل تبطلنا ثم هذا معنى قوله كأنه وصية ثم وإمكان تمليك للموقوف عليه ألا إن الموقوف إن وقف على معين واحد أو جمع بأن يوجد خارجا متأكلا للملك يكفيها سبقا بينت يعني حينما ذكر المصنف مسألة المغصوب وإن عجز عن تخليصه لا يشترط التسليم بل يشترط إمكان التمليك فقط إمكان التمليك أراد به ينبغي أن يكون الموقوف مالا موجودا عند الوقف مال موجود عند الوقف محققا فإذا لو كان معدوما لا يصح هذا معنى قولي إمكان التمليك تمليك من الواقف في الحال للمملوك عليه هو يملك لمن للمملوك للموقوف عليه ماذا يملكه العين الموقوفة متى هذا إن وقف على معين واحد أو جمع لو وقف على معين واحد أو جمع فإذا لو وقف على غير معين لا يشترط هذا شرطنا بأن يوجد خارجا هذا إمكان التمليك بأن يوجد خارجا متأخلا للملك فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له يعني هو وقف ماله على ولده هكذا قال وقفت هذا على ولدي أو على أولادي ليس له ولد أو على من سيولد لي هكذا ذكر وقفت هذا على من سيولد لي ثم الفقراء ممكن بعد هذا الولد جعله للفقراء لا يصح لماذا لانقطاع أوله إذن هذا على من سيولد لي ثم الفقراء هذا مثال هناك الفقراء موجودون لكن حالة الوقف لا يمكن تمليكه لمن للموقوف عليه لماذا؟ هذا من يولد لي هو الأول ثم بعد موته يكون للفقراء أو هذا من سيولد له لا يمكن تمليكه إلا حالة الوقف لذلك لا يصح أو لا فقراء أولاده ولا فقير فيه أو قال وقفت هذا على فقراء أولادي هل من بينهم فقراء ليس بينهم فقير بل كلهم غني أو على أن يطعم المسكين ريعه على رأس قبره
على أن يتعامل مساكين مساكين نعم على أن يتعامل مساكين رعاه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت. فإذا رجل ماذا يقف ماله لمن؟ على المساكين. أين هؤلاء المساكين؟ على قبره. القبر ليس موجودا الآن، بل هذا رجل حي، لأجل ذلك لا يصح. على أن يطعم المساكين رأيه، يعني غلت هذه الأرض أو هذا الموقف أيا كان، على رأس قبره. نعم، رأس يعني عند قبره أو على قبر أبيه، لكن أبوه حي. لو كان أبوه حيا لا يصح، بخلاف قبر أبيه الميت، أبو أمه الميت، لو كان ميت فقبره معلوم فلا بأس، نعم يصح. لماذا يمكن التمليك ألا؟ وأفتى ابن الصلاح رحمه الله بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطلا. إذن رجل هكذا بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطلا. فإذن وهنا ليس تعليق، لماذا؟ هو وقف الآن، لمن وقف؟ لمن يقرأ، متى يقرأ؟ بعد موته. نعم. فإذا هذه القراءة معلقة بعد الموت، ليس الوقف معلق بعد الموت هكذا. فإذا يصح الوقف ثم الآن صح الوقف، ثم بعد موته لو لم يعرف له قبر فتعذر، لأجل ذلك بطل الوقف. هذا الذي قال فمات ولم يعرف له قبر بطل. سيأتي يعني محترزه فيما بعد. إنده ويسيح على المعدوم تبعا للموجود، والذي سبق يعني هذا الموجود والمعدوم بينا، ثم يسيح على الموجود ولا يسيح على المعدوم. ثم لو كان المعدوم تابعا لموجود يصح، يعني هذا عكس ما ذكر أولا، وقف على من سيولد لي ثم الفقراء. إذا الفقراء موجود، لكن هؤلاء الموجود تابعون للمعدوم، لذلك لم يصح. فهذه صورة على العكس، يعني وقف على موجود ثم يتبعه معدوم، المعدوم يعني حال الوقف معدوم. نعم، كوقفته على ولدي ثم على ولدي ولدي، ولا على نعم ثم على ولدي ولدي، عند الوقف ليس له ولد الولد. يتم هذا المثال. نعم، لو كان عند الوقف ولد الولد لا يكون هناك معدوم تامع للموجود. هذا هنا في هذه الصورة يوجد معدوم تامع للموجود متى؟ لو لم يكن له ولد الولد عند الوقت. ثم ولا على أحد هذين لا يصح الوقف على أحد هذين. لماذا؟ لم يكن معينا بل هو مبهم. لأن هذا عتهن على قوله لا يصح الوقف على معدوم ولا على أحد هذين، لا يصح الوقف على أحد هذين. لماذا؟ لم يتم التعيين بل يبقى مبهما. ولا على عمارة مسجد كذلك لا يصح الوقف على عمارة مسجد. مسجد يعني أطلق المسجد ولم يعين المسجد، كل هذا خارج بقوله معين. نعم، لا على عمارة مسجد إن لم يبينه. نعم، ولا على نفسه، هل يصح وقف شيء على نفسه؟ لا يصح. لماذا؟ هذا خارج من قوله إمكان تمليك، رجل لا يملك نفسه. لماذا؟ هو ملك له
ثم لو أمكن التمليك يكون إمكان تحصيل الحاصل. نعم. فلا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه. نعم. أو منافع ملكه لنفسه. تعذر تمليك منافع ملكه لنفسه. هذا متعذر. لذلك لا يجوز. ومنه أي يشرطنه قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به. وهذان منه يعني من الوقف على النفس. يعني لذلك لا يصح. ماذا؟ أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه. فإذا وهذا رجل يقف أرضا على فلان أو على مساكين أو على فقراء أو على جهة. مع ذلك هو قال أيقضى دينه من غلته. فإذن هذا لا يصح مما وقف. أو اندفاعه يعني شرط اندفاعه به. اندفاع الواقف به يعني بهذا المال الموقوف هو أيضا يندفع. هذا لا يصح. نعم. لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بير أو كتاب وقفهما على نحو الفقراء. فإذا لو شرط أنه يشرب من بير، هذا بير موقوفة على الفقراء وهو فقير. أو يعني شرط مطالعة كتاب وقفه على يعني على العلماء نعم أو على الفقراء. هو يعني فقير أو عالم هكذا. وهذا ليس مما ليس من الوقف على نفسه. فإذا لا شرط هو عطف على قوله أن يشرط. فإذا ليس منه شرط نحو شربه. لكن الراجح في هذه الصورة أنه من الشرط على من الوقف على نفسه. وهو نعم من الوقف على نفسه. هو أشار إلى ضعفه بقوله كذا قاله بعض شراح المنهاج. يعني هذا الصورة المنفية المخرجة من الوقف على نفسه. ماذا؟ أشار إلى ضعفها بقوله كذا قاله. كلمة التعبير بكذا يشير بالضعف. نعم. ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه. نعم. رجل ماذا فعل؟ هو وقف ماله على الفقراء ثم صار هذا الواقف فقيرا. هل يجوز له الأخذ منه؟ نعم يجوز له الأخذ منه. نعم. هذا لا يكون من الوقف على نفسه. وكذا لو كان فقيرا حال الوقف. نعم. يعني لم يشرط لنفسه أن يندفع ويأخذ بل هو وقف على الفقراء كان فقيرا يسيح. لكن في هذا القول يعني عندما يكون فقيرا حال الوقف فيه خلاف. لذلك فاصل بينه وبين ما قبله بكذا. نعم. ليس فيما قبله هذا الخلاف. ويسيح شرطه النظر لنفسه. يعني هو وقف مالا وشرط لنفسه نظارة هذا الموقوف. هذا صحيح. نعم. ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة المثل. ممكن هو حينما شرط النظارة شرطها بأجرة. شرطها بأجرة. نعم. بقدر أجرة. لكن ينبغي أن تكون الأجرة أجرة مثل أو أقل من أجرة مثل. وإذا لو كان أكثر منها لا يصح الوقف كما ذكر في المغني. نعم. ثم ومن حيل صحة الوقف على نفسه. فإذا رجل يريد أن يقف ماله على نفسه وهذا لا يصح كما ذكر سابقا. لكن هناك حيلة. ما هذه الحيلة؟ ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح. يذكر اسم أبيه
وقفت هذا على أولاد فلان. من هو الفلان؟ أبوه. ثم بعد ذلك يذكر الصفة الخاصة بهذا الوقف، بهذا الواقف. نعم، ممكن هو فقط عالم من بين أولاد بنيه، فإذا هو يقول على علماء يعني أولاد فلان، هكذا يقول. والفلان أبوه، أو يكون فقير هو فقط، هكذا يقف يعني على فقراء أولاد بنيه، هكذا أولاد فلان. هذه هي الهيلة، ويذكر صفات نفسه. فيصيح كما قال جم متأخر واعتمده ابن الرفاع رحمه الله وعمل به. ثم هذه الهيلة عمل بها ابن الرفاع رحمه الله في حق نفسه. ماذا فعل؟ فوقف هو على الأفقه من بني الرفاعة. الرفاعة اسم والده، فإذا هو وقف هكذا، وقفت هذا على أفقه بني الرفاعة. من هو الأفقه؟ هو نفسه. وكان يتناوله، بعد ذلك هو كان يتناول. فإذا ثم بعد ذلك يعني بعد وفاته هكذا، لو كان انقطع المصرف ماذا يفعل به؟ هذا سيأتي، يعني يصرف في أفقر، يعني في فقراء أقارب ذوي أرحامه. بعد موته هكذا يفعل. فإذا بعد موته تبقى صدقة جارية حالة حياته، ويأخذ ويندفي بهذا المال. فإذا الربحان، نعم، يندفي ماله، وبعد وفاته تبقى صدقة جارية. ثم ويبطل الوقف في جهة معصية. سبقا ذكرنا يعني ينبغي أن يكون مصرفه مباح جهة طاعة مباحة. فإذا لو كان هذا رجل عين أو وقف مالا وعين جهة معصية لمصرف هذا الوقف فلا يجوز، بل يبطل. كإمارة نحو الكنائس، ماذا فعل؟ هو وقف مالا لإمارة نحو الكنائس. إمارة الكنائس يعني إمارة نفس الكنائس. أما لو وقف لقوم يسكنون يعني في الكنيسة هذا يصح. الكنائس التي للتعبد، أما نحو كنيسة لنزول المارة أو لسكن قوم منهم دون غيرهم على اللوجه فيصح الوقف عليها. الكنيسة يعني لا يجري هناك عبادة، بل الناس ينزلون فيها ثم يرتحلون، هكذا الناس، أو يسكنون، ليس لنزول المارة، بل هذه كنيسة جعلت للسكنة. فإذن هذا على نفس الكنيسة التي يتعبد فيها لا يصير، لأنها معصية. ثم وقف سلاح على قطاع الطريق، هذا أيضا جهة معصية. قطاع الطريق يقف السلاح عليه. ثم وقف على إمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين. نعم، ووقف اعتفن على قوله كوقف، وكوقف ووقف ووقف على إمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين، يعني قبور إمارة قبور عامة المؤمنين لا يصح الوقف. لماذا؟ لأنها معصية لذلك. أما إمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين أو طاعة، أما إمارة قبور عامة المؤمنين ليست بطاعة بل معصية لذلك. هذا كيف يكون؟ ببناء القبة عليها، وهكذا نعمل الإمارة. ثم فرعون يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم، قاصدين بذلك هرمان إنادهم
وقد تكرر من غير واحد ان الافتاء ببطلان الوقف حينئذ. قال شيخنا كالطنبطاوي رحمه الله: فيه نظر ظاهر، بل الوجه الصحة. هذا يقع لكثيرين. ماذا؟ أنهم يقفون أموالهم. متى يقفون؟ في صحتهم، ليس في مرضهم. لو كان في مرضهم لا يصح إلا بإجازة الورثة. نعم. على من يقف أموالهم؟ على ذكور أولادهم. لماذا يقفون على ذكور أولادهم؟ قاصدين بذلك حرمان إناثهم، لا يريدون أن يعطوا لإناثهم شيئا. فإذا يحرمنا، لأجل ذلك يقفون على ذكور أولادهم. ثم هل يصح أو لا يصح؟ وقد تكرر من غير واحد ان الافتاء ببطلان الوقف. ذكر غير واحد من العلماء، وافتى غير واحد من العلماء ببطلان هذا الوقف. حينئذ معناه حين اذا قصد حرمان اناثهم. لو قصد حرمان اناثهم لا يصح بل يبطل. فاذا لو لم يقصدوا الحرمان بل وقفوا على ذكور أولادهم فقط بدون هذا القصد، قصد الحرمان، فيصحوا. يعني هذا معنى قوله حينئذ. لكن هكذا أفتى غير واحد، لكن قال شيخنا رحمه الله كالطنبطاوي فيه نظر ظاهر، فيه يعني في هذا الإفتاء نظر ظاهر، بل الوجه الصحة. نعم، ليس الصحة فقط بل ما عدم الاسم أيضا، هكذا ذكر علي شبرام الاسم، هل يكون فيه اسما؟ لا يكون فيه اسما. بل يكره، يعني كما ذكرنا سابقا التسوية بين أولاده وهو سنة، عدم التسوية بل التفصيل بين أولادهم بدون عذر بدون حاجة يكره، لا يأتي اسم يعني لا يحرم. ثم لا قبول، أشرت له تبيد وتنجيز وإن كان تمليك. لا قبول معناه لا يشترط القبول، فلا يشترط ولو من معين. لماذا لا يشترط؟ نظرا إلى أنه قربة، يعني الوقف هل يشبه القربة أو العقود؟ لو كان يشبه العقد فالأصل في العقد الإيجاب والقبول مثل البيع، لذلك قال هذا لا يشبه العقود بل أقرب ما يشبه العبادة، لذلك لا حاجة إلى القربة، لأجل ذلك لا يشترط القبول، بل الشرط عدم الرد كما في النذر. نعم. وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي رحمه الله. يعني المصنف قال لا يشترط قبول ولو من معين، وهذا ولو من معين للرد على القائل باشتراط القبول من معين، لو كان الوقف على معين للرد يعني. ثم يفصل هذه المسألة، ما ذكرته بالمعين، ماذا ذكر بالمعين لا يشترط القبول، هو المنقول، هذا عدم الاشتراط بالمعين هو المنقول عن الأكثرين من الأصحاب واختاره بالروضة. الإمام النووي رحمه الله اختاره بالروضة ونقله في شرح الوسيط النص الشافعي رحمه الله، شرح الوسيط لمن؟ للإمام النووي رحمه الله، هو النص الشافعي رحمه الله. وقيل يشترط في المعين
القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو ما رجحه المنهاج كأصله أصل المحرر. نعم. فإذا رد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا. فإذا في شرط قبول المعين الوقف خلاف. اختلفت فيه كتب الإمام النووي رحمه الله. إذا الإمام النووي في الروضة وشرح الوسيط رجح عدم الشرط، أما في المنهاج رجح الشرط وهكذا. ما ذكر في المنهاج يعتمد هو المغني والنهاية وهكذا. عدم الشرط يعتمده في العبابي وشرح المنهج ذكر في الترشيح هو ظاهر كلام التحفة. نعم. ورجحه في الإمداد والفتح. فإذا عند الإمام ابن حجر رحمه الله عدم الشرط هو الراجح، عند الإمام الرملي والخطيب هذا الشرط هو الراجح. نعم. ثم هذا عدم الرد هو الشرط كما ذكرنا. فإذا لو رد واحد ماذا يكون؟ بطل حقه، بطل حقه فقد ذكر، لم يذكر بطل الوقف. لماذا؟ في صوفي بعض الصور يبطل الوقف وفي بعض الصور يبطل الحق فقط، لذلك هو عمم. نعم. فإذا لو كان هذا وقف على رجل واحد وهو رد فإذا يبطل الوقف. لا هنا يعني كان على أولاد فلان ثم على أولاد فلان هكذا. فإذا من أولاد الأولاد واحد رد، إذا لا يبطل الوقف بل يسقط حقه، لذلك قال بطل حقه. هذه سورة سواء شرطنا قبوله أم لا. نعم. لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزما وإن رده. ثم هذا شرطنا عدم الرد، فهذا عدم الرد شرط بالنسبة إلى غير الوارث الحائز. فإذا لو وقف رجل شيئا من ماله على وارثه الحائز، الحائز يعني الآخذ جميع ماله، مثلا هذا رجل له ابن واحد فقط أو ابنان فقط، فوقف بعض ماله على من؟ على هذا الابن أو على هذين الابنين، هما يعني يأخذان جميع ماله. فإذا لا يشترط عدم الرد، وما ليس كذلك، بل لو رده أيضا لا يؤثره بل لازم. فإذا هذا شيء ينبغي أن يخرج من الثلث، شيء أن يخرج من الثلث لزما وإن رده. ثم وخرج المعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه. فإذا هذا القبول هل يشترط أو لا يشترط؟ هذا خلاف أين؟ في المعين. فإذا خرج بالمعين الجهة العامة، هذا مبني على أو يعني تفرع على قول المصنف وقيل يشترط في المعين القبول. فإذا حينما قال قائل هذا القيل أن القبول شرط في المعين، خرج الجهة العامة فلا يشترط فيها، وجهة التحرير أيضا، جهة التحرير يعني الجهة التي تشبه التحرير، هذا معناه تحرير يعني انفكاك من حقوق الآدميين. نعم. كالمسجد فلا قبول فيه جزما. فإذا لبيان موضع الاتفاق ذكر المصنف هذه المسألة وقال وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما، ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فما أحدهم على زيد وعمر هكذا وقف على
أو وقف على ابني فلان ثم مات أحدهما، هذا اثنان هو مثال، أو وقف على عشرة معينة فلان 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 هكذا، فإذا مات بعده فنصيبه يصرف للآخرين، يعني هذا نصيب سهم هذا الميت، نصيب هذا الميت يصرف إلى الآخرين، لأنه ما شرد في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد هذا، ثم للترتيب، فإذا هو قال وقفت على فلان وفلان ثم للفقراء، فإذا هذا ثم تفيد أن هذا المال يستحق للفقراء بعد موت هذين، لم يمت هذان بل مات واحد منهما، لذلك ما استحقه الفقراء وهم يستحقون بعد موتهما، نعم هذا الذي قال ولم يوجد، نعم. ولو انقرض في منقطع آخر فمصرفه الأقرب إلى الواقف، يعني هذا مسألة، انقرض الموقوف عليه المعين، مثلا هذا رجل وقف على يعني أولاد فلان فقط كلهم ماتوا، فإذا أين يصرف؟ أو رجل هكذا وقف على نفسه بالهيلة السابقة ثم هو توفي، فإذا على ما يصرف هذا هذا يعني الريع هذه هذا الوقف، هذا الذي يقول ولو انقرض، ماذا انقرض؟ أي الموقوف عليه المعين، هو مات انقرض لا يبقى منهم أحد، هذا أين يكون؟ في منقطع آخر، هذا مسألة يتصور، في منقطع آخر معناه في الوقف، في وقف منقطع المصرف الآخر، نعم في منقطع، هذا منقطع صفة لوقف، فإذا في وقف منقطع ينقطع آخره، فإذا بالنظر إلى الموقوف عليه المعين لا يدوم بل ينقطع، إذن لو وقف على الفقراء، فقراء يوجد في كل زمن هذا يدوم، بل هو وقف على رجل أو هو وقف على نفسه بالهيلة السابقة لو مات انقرض المصرف، فإذا هكذا لو انقرض فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا إلى الواقف، فإذا يذكر مثالا لهذا الوقف الذي ينقطع آخره في منقطع آخر، كأن قال وقفت على أولادي فقط، قال وقفت على أولادي لم يذكر بعدهم أحدا، هذا ولم يذكر أحدا بعد، بعد يعني بعد الأولاد، ثم أو على زيد ثم نسله، أو ذكر وقفت على زيد ثم نسله، ثم نسله ممكن لم يكن لزيد نسل أو نسله أيضا انقطع ونحوهما، هذا مثالين، وكذلك أمثال مما لا يدوم، هذا نحو أراد بالنحو ما لا يدوم أي صورة كان، فإذا هذا هو الوقف الذي ينقطع آخره، في هذا الوقف لو انقرض فمصرفه مصرف الوقف الفقير، أي فقير؟ الأقرب رحما، يعني لهذا الفقير قرابة من جهة الرحم لمن؟ للواقف، لا إرث من للرجل تكون قرابة، قرابة من جانب الإرث، من هذا يكون من جانب النسب من جانب الرحم قرابة، وهنا يعتبر هذا من جانب الرحم لا يرثن، هذا تفصيل يأتي في باب الفرائض، نعم من ذو الرحم من ذو الأنساب إلى الواقف، هذا أقرب إلى الواقف ليس إلى الموقوف،
نعم. يوما غراليهم، فإذا هذا الفقير الأقرب رحما متى يعتبر؟ يوم إنقراليهم، ليس يوم وقفه، كابن البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا. إذا لهذا الواقف عند انقرالي هذا الموقوف المعين كان للواقف ابن لبنته وابن لأخيه، لمن يصرف؟ لهذا ابن البنت، لو كان فقيرا يصرف له. نعم، هذا ابن البنت هو من ذوي الأرحام، ما ابن الأخ ليس من ذوي الأرحام مثلا، لأن الصدقة على الأقارب أفضل، وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأفقرهم، هكذا. هذا دليل يعني كون مصرفه إلى الأقرب من الواقف. نعم، عندما تعذر مصرفه هكذا أختير، أفضل منه، أفضل من هؤلاء الأقارب الصدقة على الأقرب، أقرب الأقارب، ثم بعد اعتبار الأقرب يعتبر الأفقر أيضا، فإذا صار الفقير الأقرب. نعم، ومن ثم يجب أن يخص به فقراؤهم، يخص به، يخص بهذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليه المعين فقراؤهم، يعني فقراء الأقارب. نعم، فإن لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب، يعني هذا ممكن انقرض بعد يعني سنوات عديدة، ثم عند انقراض المصرف لا يعلم من الواقف، يعني لو علم من الواقف يعني يفتش من أقاربه من جانب رحمه ثم يصرف إليه، هذا يكون على الحاكم، هذا يعني التدبير الأوقاف يكون على الحاكم السلطان، أو يكون هناك بعض من عين لنظارة هذه الأوقاف من جانب الحاكم، وهم لو تعذر عندهم هذا المصرف ماذا يفعلون؟ لا يعلم الواقف، أو عرف الواقف لكن لا يكون له هكذا أقارب فقراء، الجميع أغنياء، بل كانوا أغنياء. من المراد بالغني هنا؟ ما هذا الذي قال بعده؟ وهم من حرمت عليه الزكاة، يعني من حرمت عليه الزكاة، يعني ليس فقيرا ولا مسكينا، بل هو غني، هذا هو صرفه الإمام في مصالح المسلمين، عندئذ يصرف في مصالح المسلمين. وقال جم يصرف إلى الفقراء والمساكين أي ببلد الموقوف، يعني لا يصرف في جميع المصالح، بل هذا أي يصرف إلى الفقراء والمساكين فقط، ثم هؤلاء الفقراء والمساكين معتبرون ببلد الموقوف، يعني كالزكاة، وهؤلاء قالوا يعتبر هناك البلد لا يجوز النقل، بل هذا بلد ليس بلد الواقف بل بلد الموقوف، ثم ولا يبطل الوقف على كل حال، يعني بسبب انقراض المصرف هل يبطل الوقف؟ لا يبطل الوقف على كل حال، على كل حال معناه يصرف إلى الأقارب أو يصرف إلى مصالح المسلمين، أيا ذكرنا به لا يبطل الوقف، بل يكون مستمرا عليه، مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف، كوقفت هذا وإن قال لله، لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع، فإن لم يعين متملكا بطلا. يبقى وقف مستمر إلا فيما لم يذكر المصرف، يعني حينما بينت هذه الصيغة وقفت كذا على كذا، يعني على كذا هذا بيان المصرف، فإذا لو لم يبين المصرف في صيغة الوقف في إيجاب الوقف باطل، مثاله وقفت هذا فقط لم يذكر على من وقف، هذا وقف باطل، وإن قال لله
ممكن هو قال وقفت هذا لله وهو باطل أيضا بسبب عدم بيان المصدر لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطلا الوقف يقتضي تمليك المنافع لو لم يعين متملكا يتملك هذه المنافع بطل الوقف ثم يعني هذا عدم بيان المصرف مخالف لمقتضى هذا الوقف حينما ارتكب ما ينافيه بطل ثم وإنما صح أوصيت بثلثي أوصيت بثلثي وبثلث مالي بثلثي ثلثي معناه ثلث مالي وصرف للمساكين لأن غالب الوصايا لهم فهو حمل الإطلاق عليهم هذا بيان الفرق بين الوصية والوقف في الوقف لو لم يبين المصرف يبطل فإذا في الوصية يصح الوصية صحيحة لو لم يبين الموصى له هو قال أنا أوصيت بثلث مالي يصح هذا ثم من المصرف من هو الموصى له هذا المساكين لماذا لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم يعني على المساكين باعتبار الغالبي أما الوقف ليس هناك هكذا غالب وإلا في منقطع الأول هذا وقف مستمر عليه ذكر هكذا يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف وكذلك وإلا في منقطع الأول لو كان منقطع الأول فهو باطل لماذا هذا وقف على غير موجود نعم وقف على غير موجود كوقفته على من يقرأ على قبري أو على قبر أبي وهو حي وأبو حي هو حي هو ثم يقف وقفته على من يقرأ على قبري على قبري ثم على الفقراء هذا منقطع الأول فقط لأجل ذلك ينبغي هناك تقدير بعد الأول وقفت على من يقرأ على قبري ثم على الفقراء ما الفرق؟ ما مضى؟ والسلام مضى أفتى ابن السلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل نعم فإذا لو عرف له قبر لا يبطل لماذا؟ في تلك الصورة وهنا ماذا ذكر؟ هنا ذكر نظيرا أو مثالا لانقطاع الأول وقفت على من يقرأ على قبري ثم على الفقراء وهو حي لذلك مشكلة فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية نعم ذكر وقفته الآن أو يعني في الشرواني ذكر أو أطلق نعم وقفته أو بعد موتي يعني وقف على وقف ليس الآن بل وقف بعد الموت لو كان الوقف بعد الموت وهو كما ذكرنا سابقا التعليق بالموت يصيح هكذا ذكرنا التعليق بالموت يصيح لكن يعتبر وصية نعم على من يقرأ على قبري بعد موتي فإذا هذا قراءة بعد الموت ليس الوقف بعد الموت فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحة نعم وإلا فلا نعم
هذا يعني ليس تعارض بين هذا وبين ما سبق، كلاهما يعني مسألة واحدة. في هنا ذكر يعني تفصيلا آخر، وأضاف إليه مسألة الوصية فقط، وإلا فلا. وحيث صححنا الوقف بالوصية كفى قراءة شيء من القرآن بلا تعيين سورتها، تعيين بسورة ياسين. يعني لو صح هذا الوقف هل يصح، هل يجب على القارئ على القبر أن يقرأ سورة ياسين؟ لا يجب عليه أن يقرأ سورة ياسين، بل يقرأ شيئا من القرآن أيا كان. لماذا؟ الواقف لم يعين سورة ياسين، بل هو قال على من يقرأ على قبري، قراءة القرآن على قبري، فإذا هو يستحق. لذلك قال كفى قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة ياسين، وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله. وقال بعض أصحابنا هذا إذا لم يترد عرف بالبلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة. لو كان هناك عرف مضطرد في البلد، هكذا عرف مضطرد بقراءة سورة معينة أو بقدر معين، عندئذ يجب ذلك. وعلمه الواقف، نعم علمه، والحال أن الواقف يعلم هذا العرف، عندئذ يتعين قراءة ذلك. نعم. وإلا فلا بد منه، يعني لو عرف لا بد منه من هذا العرف، إذ عرف البلد المضطرد في زمنه بمنزلة شرطه. نعم. ثم بعده يبين الشروط التي شرطها الواقف مضطردة متبعة. هذا مسألة، ولو شرط الواقف شيئا يقصد، الواقف وقع شرط شرطا يقصد، ينبغي أن يكون مقصودا، فإذا هذا في شرط في هذا الشيء، الشيء شرط للوقف، فهذا الشيء كيف هو؟ وهو بالنسبة إلى عادة الناس هو شيء مقصود، لو كان هكذا يتبع، نعم ينبغي أن يتبع، كشرط ألا يوجر مطلقا. مثلا هكذا رجل وقف أرضا، وقف أرضا على رجل أو على مدرسة أو على مسجد هكذا، فإذا يجوز ماذا للموقوف عليه أن يوجر هذه الأرض أيضا، أو وقف دارا يجوز له أن يوجر هذه الأرض ثم يأخذ غلته أجرته، يجوز. لكن هذا الواقف شرط لا يوجر أصلا مطلق، لا يجوز له إجارة هذه الأرض أو هذه الدار أو هكذا، يعني الموقوف، أو إلا كذا كسنة، يعني أو شرط لا يوجر إلا كذا، لو يوجر لسنة فقط أو لشهرين أو لسنتين هكذا، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض، ولو أنثى على ذكر هكذا هو شرط أني بتفضيل بعض الموقوف عليهم على بعض بأي شيء بالغلة، فإذا هذا نصفه آل رجل، ثم النصف الآخر لثلاثة رجال، فإذا هذا رجل واحد أفضل هكذا، هذا التفضيل. ولو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم، هذا شرط آخر، يعني التسوية بينهم، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية، أو هكذا شرط حينما بنى مسجدا، هذا مسجد للشافعية، أو هذا مدرسة للشافعية ومقبرة للشافعية، هذا خصص اتبع شرطه من في غير حالة الضرورة. لكن هذا الاختصاص الأخير هو مكروه،
هكذا لو خص مسجد بالشافعية لا يجوز لغيرهم أن يدخل فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم يعني غير الشافعية رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط وهكذا ذكر في التحفة فإذا هذا تخصيص وهو مكروه فما ذلك اعتبارا بهذا الشرط لا يصلي به غير شافعي ولا يعتكف به غير شافعي هكذا اتبع شرطه في غير حالة الضرورة فإذا لو كانت هناك حالة ضرورية يجوز كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع فإذا الشرط ينبغي أن يكون شيئا مقصودا ومع ذلك ينبغي أن لا يخالف الشرع لو خالف الشرع فلا يصح وذلك لما فيه من وجوه المصلحة وذلك اتباع شرط الواقف هذا دليل لاتباع شرط الواقف اتبع هكذا ذكر لماذا يتبع شرط الواقف لما فيه من وجوه المصلحة فيه مصلحة لذلك يتبع أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة عزوبة يعني ترك النكاح في من في سكان المدرسة رجل يبني مدرسة ثم بعد ذلك يشرط من يسكن في المدرسة العزب فقط الذي يسكن يترك النكاح وهذا شرط مخالف للشرع لأن النكاح مشروع بالدين نعم أي مثلا سكان المدرسة هو ذكر المدرسة مثالا أو رباط أو مسجد هكذا فلا يصح كما أفتى به البلقيني رحمه الله لكن إمام الرملي صحح لو نعم صحح هذا قال الوجه الصحة نعم يعني وقف صحيح والشرط باطل هكذا يكون نعم قال السيد عمر عمر القلب أميل إلى أنه يصح الوقف ويلغو الشرط نعم ثم وخرج بغير حالة الضرورة يعني هو ذكر اتبع متى يتبع في غير حالة الضرورة فإذا في حالة الضرورة لا يتبع نعم هذا الذي قال وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يجرى لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل الشرط حينئذ كما قاله ابن عبد السلام رحمه الله يعني هو قال يعني واقف شرط ماذا ألا يجرى لإنسان أكثر من مرة أكثر من سنة فإذا استأجر رجل لسنة ثم في السنة الثانية لا يوجد غيره هو يحتاج أيضا فإذا تعذر اتباع الشرط فإذا يعتى يمهل الشرط كذلك هذا واقف شرط للطالب أن لا يقيم أكثر من سنة يعني في هذا المبنى الموقوف يسكن الطالب سنة 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 فقط فإذا في السنة الثالثة ليس أحد من الطلاب الجدد ماذا يفعل؟ هذا يمهل المبنى لا يمهل المبنى بل ينتفع به بإهمال الشرط نفس الطالب يسكن في السنة الثانية كما قال ابن عبد السلام ثم فائدة الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات كوقفت هذا على أولادي وأولادي 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 أولادي نعم هذا للتسوية فإذا يكون الموقوف لهم جميعا على التسوية لأنه استعمل الواو الواو باللغة العربية لو كان صيغة الوقف بلغة غير عربية ينظر في أصل وضع هذه اللغة كيف هذه الحروف
هل حروف موضوعة للتسمية في أصل لغتهم يتبع هكذا يفيد هكذا تسمية ثم وثم والفاء للترتيب كلاهما للترتيب فإذا بعد إنقرار الأول ينتقل إلى الثاني هكذا ويدخل أولاد بنات في ذريتي ونسلي وعقبي وأولاد أولاد ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد نعم فإذا رجل وقف على أولاد فلان أولاد فلان بالنسبة إلى الأولاد يعني دخل الذكور والإناث ثم في أولاد الأولاد هل يذكر يعني أولاد البنات نعم أولاد البنات أيضا يذكر يدخلون يعني وقف هكذا هذا موقوف على أولاد فلان ثم على أولاد أولادهم أو قال يعني هذا موقوف على أولاد فلان وأولاد أولادهم فإذا في أولاد الأولاد هل يدخل أولاد إناث أو أولاد بنات هذا الفلان نعم يدخلون لو ذكر الأولاد أو ذكر ذرية أو ذكر النسل كما ذكرنا سابقا هذا وقف على زيد ثم على نسله وكذلك عقب يدخل نعم في كل هذا يدخل حتى في العقب أيضا يدخل نعم إلا إن قال إلا إن قال على من ينسب إلي منهم لو ذكر يعني النسب لا يدخل أولاد البنات لماذا؟ الأولاد لا ينتسبون إلى أمهاتهم بل ينتسبون إلى آبائهم هذا لو كان القائل الرجل فإذا امرأة قالت هذا وقف على من ينتسب إلي امرأة قالت فإذا هذا ليس نسبة شرعية بل هذا النسبة يعني اللغوية لذلك يدخل يعني أولادها هكذا قال أي والقائل الرجل أما المرأة فقولها ذلك لا يمنع دخول أولاد البنات لأن الانتساب فيها لبيان الواقع لبيان الواقع لا للاحتراز إذ هو محمول على الانتساب اللغوي لا الشرعي هكذا ذكر في التحفة نعم فلا يدخلون حينئذ نعم يعني لو ذكر النسبة لا يدخل أولاد البنات حينئذ ثم والمولى يشمل معتقا وعتيقا لو ذكر هذا وقف على مولى فلان يدخل في المولى معتق فلان وعتيق فلان كلاهما يدخلان فهذا في عرف الناس إلا أن هذا أولاد يدخل فيه أولاد البنات في عرف الناس إلا أما ذكر النسب يكون خاصا بأولاد الرجال الذكور فقط إذن هذا رجل يقول أنا صبت فلان أو حفيد فلان مع أنه يكون ابن بنته في عرف الناس في جميع البلاد هكذا يعني ليس هذا مخالفا لعرف الناس بل موافقا تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المضطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه وذكر يتبع الشرط فإذا لو يتبع شرطه هكذا ذكر فإذا لو أجمل شرطه ذكر شرطا مجملا كيف يكون هذا إجمال مثال وقفته على المسلمين بشرط تقديم ماذا
أرباب وهكذا أكرم مثال، لكن إنما الخط هل ذكر في الحاشية يعني مثال من عنده حاشية؟ مثال اقرأ مثاله. على انا هذا اجمال. نعم هذا قد سبق البيان. نعم لو كان هناك يعني عرف مضطرد بقراءة سورة معينة أو بقدر معلوم يتبع هكذا، حيث أجمل الواقف شرطه اتبع به العرف المضطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه، ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقف. لو لم يكن هناك عرف مضطرد ينظر ما هو أقرب إلى مقاصد الواقف هذا الذي يتبع كما يدل عليه كلامهم. ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها. ومن ثم يعني من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. ماذا امتنع؟ في السقايات المسبلة، سقايتان هذا سقيا يوضع في حاشية الطريق، حاشية الطريق هكذا يوضع. هناك ممتنع غير الشربي، لماذا؟ الواقف يقف، المسبل يسبل لما للشرب فقط، الشرب هو أقرب إلى مقصود الواقف، لذلك غير الشرب لا يجوز. ونقل الماء منها أيضا ليس بجائز. لو لي هكذا ماء للشرب لا يجوز نقل الماء، لماذا؟ أقرب المقاصد أنه يشرب هناك في هذا المكان يشرب، لا ينظر لا يشرب نقلا منها بل يشرب هناك. نعم ولو للشرب ممكن هو ينقل لأجل الشرب لا ينقل. نعم وبحث بعضهم حرمة نحو بساق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد. مطهرة يعني إناء التطهير. لا يجوز هناك غسل الوسخ، لماذا؟ أينما كان هذا مطهرة المسجد فأقرب إلى مقاصد الواقفين الوضوء فقط، لذلك غسل الوسخ أو البصاق لا يجوز. وإن كثر يعني كثر الماء أيضا لا يجوز. وسئل العلامة الطنبطاوي رحمه الله عن الجوابي، جوابي جم جابية، جابية يعني حوض ضخم. نعم والجرار، جرار جم جرة، هذا إناء من الجلد، جلد جرار التي عند المساجد فيها الماء. إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، لم يعلم الماء موقوف للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة، لم يعلم يعني هل يجوز منه كل هذه الأشياء أو الوضوء فقط أو الشرب فقط، هكذا سئل فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الاندفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. يعني لو دلت قرينة يجوز كلها، لو لم تدل قرينة لا يجوز كلها. نعم هكذا أجابه. فإذا مصنف يبين مثالا للقرينة، ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الاندفاع من غير نكير من فقيه وغيره. الناس يعني بعضهم يتولون وبعضهم يغتسلون، هذا حوض كبير، وبعضهم يشربون. الناس يفعلون هكذا لا ينكر عليهم أحد،
إذن هذه قرينة بتعميم الاستعمال. نعم. من غير نكير من فقيه وغيره. إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل وغسل نجاسة. فمثل هذا يقع ويقال بالجواز. إذن من غير نكير إذ الظاهر من عدم النكير من عدم الإنكار والاعتراض على هذا الاستعمال العام أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء أنهم أقدموا يعني أنهم أعرضوا بهذا التعميم. عدم المنكرين هذا الفقيه لا ينكر يعني هو رضي متى يرضى لو كان هكذا إذن من الواقف هذا عام لو كان هذا موقوفا للعموم للتعميم فإلا ينبغي أن ينكر الفقيه ينكر لو رأى منكرا فمثل هذا إيقاع إيقاع يعني وقوع وحصول بالفعل مثل هذا إيقاع يقال بالجواز هذا واقعة يقال فيه بالجواز وقال من قال من الذي قال سابقا نعم علامة طنبذاوي نعم وقال هو قال إن فتوى العلامة عبد الله بن مخرمة يوافق ما ذكره نعم انتهى فإذا هو أفتى وأيد بفتوى عبد الله بن مخرمة رحمه الله ثم قال القفال واتبعوه ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط العامل نعم فإذا الناظر ناظر الوقف ماذا وهو يشرط رهنا كل من يأخذ كتاب وقف يقدم رهنا رهنا إلى الناظر ثم يذهب بالكتاب لماذا علي تشجيعه وحمله على رد الكتاب بعد حاجته نعم هذا جائز ويجوز هذا هو يعني مقول قول القفال قال القفال ماذا قال القفال ويجوز شرط رهن رهن من يقدم الرهن من مستعير ويأتي بالرهن ماذا استعار مستعير كتاب وقف واستعار كتابا موقوفا يأخذه يأخذ الرهن من يأخذ الناظر ممن من مستعير لماذا يأخذه ليحمله هذا يعني الناظر يحمل المستعير على رده رد الكتاب وألحق به شرط ضامن إما يأخذ رهنا أو يعني يشرط ضامنا ضامن يضمن رد الكتاب هكذا كلاهما صحيح وأفتى بعضهم بالوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أبي النذير له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط رجل لو نذر للنبي صلى الله عليه وسلم لو وقف له هذا ليس نذرا لو وقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له النذر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يصرف هذا نذر وهذا وقف متى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نتحدث في زماننا يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها هكذا وقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو نذر له يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تنقطع نسبته إليها عرفا أو على أهل بلد يعني وقف على أهل بلد فإذا لمن يعطى من أهل البلد أعطي مقيم بهذا البلد أو غائب عن هذا البلد لماذا غاب لحاجة غاب حاجة غاب أية غيبة
غيبة لا تقطع نسبته إليها. يعني هو بعد ذلك يرجع إلى البلد بعد قضاء حاجته. هكذا لو كان غيابه فلا بأس. فروع. قال التاج الفزاري رحمه الله والبرهان المراغي رحمه الله وغيرهما كلهم قالوا من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا وناظرا. هكذا قال. يعني من شرط في الوقت ماذا شرط؟ شرط على الموقوف عليه. الواقف شرط على الموقوف عليه أن يقرأ. الموقوف عليه يقرأ كل يوم. ماذا يقرأ كل يوم؟ جزءا من القرآن. جزءا من القرآن هكذا صرح بالجزء. كفاء قدر جزء. فإذا لو شرط هكذا هل يجب عليه قراءة جزء؟ يعني القرآن ثلاثة أجزاء، مصحف ثلاثون أجزاء. فإذا جزء يعني من ابتداء الفاتحة إلى هنا سيقول سفهاء، ثم من هناك إلى تلك الرسل. فهكذا أجزاء معينة، أو يعني من الأخير من سورة الأنبياء جزء، من سورة الملك إلى أما جزء. هكذا هل يجب عليه اعتبار هذا القدر؟ يعني ابتداء من ابتداء الجزء انتهاء بانتهائه. هذا لا يشترط، بل يكفي له أن يقرأ قدر جزء. ممكن هو يبدأ من نصف جزء وينتهي في جزء نصف آخر وهكذا. ولو مفرقا ثم هذا قادر جزء لا يشترط فيه الموالاة إلى، بل يكفي يعني من صفحتين من مكان ثم صفحتين من مكان آخر. هكذا التفريق أيضا يجوز. هكذا ذكر. ونظرا يعني ولو مفرقا ونظرا، لو كان يقرأ نظرا في المصحف يجوز له، يكفي له قدر جزء. إذن هذان غايتان، ولو مفرقا فيه قدر جزء، كذلك ولو كان يقرأ نظرا في المصحف يكفيه قدر جزء. وفي المفرق نظر هكذا أفتوا، ثم يقول المصنف رحمه الله وفي المفرق نظر، يعني لو قرأ قدر جزء مقدار جزء بالتفريق فيه نظر، يعني في كفايته استيفاء لهذا الشرط شرط الواقف نظر، يعني فساد. هكذا قال. ثم فإذا نظر المصنف بهذه غاية قوله ولو مفرقا. ثم ولو قال ليتصدق بغلته، ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففاتا، تصدق أو تصدق بعده. وإذا رجل وقف ماله أرلا كذا كذا، ثم هو ذكر لماذا هذا، يعني بين مصرف منفعته غلته، قال ليتصدق بغلته. متى يصدق؟ في رمضان. أو قال يتصدق في عاشوراء فقط. هكذا لو عين ثم فاته، يعني ناظر لم يتصدق بغلته في رمضان بل فاتح، أو لم يتصدق في عاشوراء مضى عاشوراء. فإذا مسألة هذا هل ينتظر مثله، يعني هل ينتظر الناظر لأن يتصدق بغلته في رمضان آخر، ينتظر حتى يأتي رمضان ثاني، كذلك حتى يأتي عاشوراء أخرى؟ هكذا لا، يتصدق بعده، يعني الناظر يتصدق بعد رمضان وبعد عاشوراء، ولا ينتظر مثله، يعني من سنة الآتية. هكذا ذكر. نعم. إن قال فطرا لصوامه انتظره، يعني في الشرط السابق قال يتصدق بغلته في رمضان فقط،
اعتلق رمضان. وفي هذه السورة يعني هو قال إفطارا للصائمين، يعني هذا إفطار الصائم في رمضان لا يمكن في غير رمضان، فتعذر. فإذا انتظره يعني انتظر مثله. وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة ياسينا، بأنه إن حد القراءة بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة أطبيع وإلا بطلع. يعني هذا واقف آخر. وماذا قال؟ أفتى غير واحد بأنه، هذا الباء بمعنى الفاعل، يعني أفتى في هذه السورة. ما هو الفتوى؟ فتوى يعني الذي بعده، ذكره بعده بقوله بأنه إن حد القراءة بمدة معينة، هذا هو الفتوى. أما سورة المسألة مذكورة أولا بقوله بأنه، الباء بمعنى في. لو قال، ماذا قال الواقف؟ هذا وقف على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة سورة ياسين، ياسين. بأنه إن حد القراءة بمدة معينة، يعني سنة هكذا، أو يعني شهرا هكذا، أو سنتين أو عشر سنوات هكذا، حد يعني عين القراءة، حدد القراءة بمدة معينة، أو عين لكل سنة، يعني كل جمعة يقرأ إلى أين؟ إلى سنة أو إلى سنتين، أو يعني هو قال لكل سنة غلة، غلة هكذا عينها أطبيع. وإلا وإلا يعني وإلا بطل، يعني بطل الوقف. ما معنى وإلا؟ ماذا مذكور في الحاشية هناك؟ وإلا بطل أخويس. بالطبع بأن لم يحد القراءة به. بطل الوقف. نعم. وإن لم يحد القراءة أو لم يعين لكل سنة غلة بطل الوقف. نعم. فإذا عندما يقرأ يقول هكذا، من يقرأ على قبر أبي كل سنة، كل جمعة، كل جمعة سورة ياسين، يجب معه تحديد مدة القراءة أو يعني تعيين غلة لكل سنة. نظير ما قالوه، هذا الفتوى نظير ما قالوه، نظيره هذا من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار. هكذا لو أوصى رجل لزيد كل شهر دينار، دينار، هذا باطل. إلا بدينار واحد، لو كان المراد بدينار دينار واحد يصح وإلا يبطله. نعم. وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت. إنما يتجه، يعني هنا ذكر عن نظير، هذا إلحاق الوقف بالوصية في الفتوى السابقة. فإذا مصنف يقول هذا متجه متى؟ إن علق بالموت، يعني وقف معلق بالموت. لو كان هكذا يلحق بالوصية، هذا مسألة ذكرنا فيما مضى، يعني الوقف لو علق بالموت يصح لكن يعتبر وصية، لأنه حينئذ وصية. نعم. لماذا يبطل في تلك الصورة؟ يعني وقف وصية لزيد كل شهر دينار، دينار، لماذا يبطل؟ ذكر في التحفة وجه بطلانها فيما ذكر أنها لا تنفذ إلا في الثلث، وصية ليست بنافذة إلا في الثلث، ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها متعذرا. فإذا هكذا كل شهر هو أوصى بدينار، دينار، فإذا هذه الوصية صحيحة في دينار واحد، يعني في الشهر الأول هو يعطى دينار، أما في الشهر الثاني لا يعطى، في الشهر الثالث لا يعطى، بل يصح هذه الوصية
في الشهر الأول يعطى الموسى له دينار واحد أما في غير هذا الدينار الواحد لا يصح لماذا؟ هذا وصية محدود بثلث التركه وهذا كل شهر يعطى دينار 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 كم مجموع هذه الدنانير لا يعلم قدرها لو لم يعلم قدرها فباطل لذلك صار باطل وأما الوقف الذي ليس كالوصية يعني الوقف لو كان معلقا بالموت يكون كالوصية فإذا لو لم يعلق بالموت لا يكون كالوصية وهذا الوقف ماذا حكمه فالذي يتجه صحته نعم لو لم يعلق بالموت يصح إذ لا يترتب عليه محذور بوجه لماذا؟ لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحق من شرط ما دام يقرأ فإذا مات مثلا قرر الناظر غيره وهكذا نعم فإذا في هذه السورة متى يجب أن تعيين مدة أو تعيين يعني غلة معينة لكل سنة لو علق الوقف بموته بموت الواقف لو لم يعلق فإذا لو علق بموته يعني يعتبر هذا وصية عندما يعتبر وصية ينبغي أن يعلم مقدار الموصى به فإذا لو يعني حدد القراءة بمدة معينة يعني رجل يقول أنا وقفت هذا على ما يقرأ على قبر أبي كل جمعة ياسين ثم قال لخمس سنوات فإذا يمكن يعني تقدير مجموع ما يصرف فيه لخمس سنوات ثم ينظر هذا يخرج من الثلث أو يكون زائدا على الثلث فإذا يمكن إملاء الوصية أو إبطال الوصية كذلك لو عين لكل سنة غلة غلة فإذا يمكن أن ينظر لكل سنة كم كم هذا وإلا يعني لا يمكن كما ذكر في هذه المسألة يعني مسألة الوصية هكذا لأجل ذلك يبطل فإذا لو لم يكن هذا معلقا بالموت لا يكون مثل الوصية فإذا هذا وقف يعني مستقل وهذا لا يعتبر في الثلث بل يجوز لرجل أن يقف بجميع ماله على يعني جهة صالحة نعم لا الوصية يعني يعتبر من الثلث أما الوقف لا يعتبر من الثلث لذلك قال فالذي يتجه صحته صحة الوقف لا يترتب عليه معذور بوجهين لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك يعني على قبر أبيه كل جمعة سورة ياسين هكذا واقف الناظر قرر استحق يعني ناظر الوقف قرر عين هكذا رجلا استحق ما شرط ما شرط الواقف هذا الرجل يستحق يستحق ما دام يقرأ ثم فإذا مات ممكن هذا الرجل توفي يعني القارئ قرر الناظر غيره ثم يصرف في هذه القراءة غلة الموقوف هكذا وهكذا يعني يتواصل ولو قال الواقف ثم سورة أخرى ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا قال ابن الصلاح رحمه الله يحتمل أن يكون شرطا للاستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه وقفت هذا على فلان ليعمل كذا أي عمل ليعمل يعني قراءة أو يعني عملنا فإذا هذا قوله ليعمل هل هو شرط أو يعني وصية له ابن الصلاح رحمه الله قال يحتملهما ثم توصية له لأجل وقفه فإن علم مراده الطبيع يعني علم مراد الواقف بقرينة كيف علم إما علم أن هذا شرط أو توصية فإذا لو علم أنه شرط يتبع
يجب للاستحقاق أن يعمل هذا العمل. لو علم أنه توصية فقط ليس شرطا فهذا المال يستحقه أن يستحق منفعته الموقوف عليه. لو لم يعلم أيضا، لو لم يعمل أيضا يستحق. نعم، بل يعني لو عمل فهو أحسن. هكذا قال الطبيعة. وإن شك لم يمنع الاستحقاق، يعني شك أي شيء، هل هو شرط أو وصية، فإذا لا يمنع الاستحقاق. لماذا؟ لم يتحقق المانع لذلك. وإنما يتجه، هكذا ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله، لكن وهذا أين يتجه؟ يتجه فيما لا يقصد من، لا يقصد عرفا، فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابله، يعني فيما معناه في عمله. لو كان هذا العمل، الواقف قال لي أعمل كذا، فإذا ينظر في هذا العمل هل يقصد هذا العمل عرفا بصرف غلة في مقابله أو لا يقصد. لو كان يقصد فلا يأتي هناك هذا التفصيل، بل فهذا قرينة على أنه شرط. لو لا يقصد أن يكون هناك احتمال، إما هذا شرط أو توصية هكذا، وإلا أن وإلا معناه هذا نفي يرجع إلى النفي لا يقصد، وإلا لا يقصد معناه وإن قصدا، وإن كان هذا العمل يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته، مثل ماذا؟ كلتقرأ أو تتعلم، يعني أنا وقفت هذا عليك لتقرأ كذا أو لتتعلم كذا، فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخنا. فإذن هذا تقييد لقول ابن الصلاح رحمه الله، يعني هو قال ليعمل، هذا يحتمل أن يكون شرطا أو توصية. فإذن هذا ابن حجر رحمه الله استظهر وقال بحث وقال هذا ينظر في العمل، هل يقابل بصرف الغلة في مقابله أو لا، هل يقصد؟ لو كان كذلك فهو شرط لا يحتمل أمرين، وإلا يحتمل أمرين. ثم ولو وقف أو أوصى، ثم صورة ولو وقف أو أوصى للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه العرف. رجل وقف أو رجل أوصى للضيف، للضيف يعني لقراء الضيف، لإضافة الضيف، لإعداد الطعام لأجل الضيف، صرف للوارد، وارد يعني الذي يرد ضيفا أيا كان، سواء جاءه قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يؤمن عليه، هكذا يعني مطلقا. نعم، للوارد على ما يقتضيه العرف، هذا العرف يقتضي هكذا، كل ضيف يعتبر ضيفا ولا يزاد على 3 أيام مطلقا. ثم للضيف واحد لا ينفق على زائد من 3 أيام، بل منه ينفق 3 أيام مطلقا. مطلقا ما معناه مطلقا؟ يعني سواء عرض له ما يمنعه من السفر من العذر بعد 3 أيام ولم يسافر بسبب عذر عارض، أو لم يسافر بدون عذر أيا كان، لا ينفق عليه أكثر من 3 أيام، ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف. يعني الضيف هل يعطى الحب نفسه بدون طبخ؟ لا يعطى إلا إن شرط هو الواقف. نعم، لو شرطه الواقف يعطى، يعني إعطاء الحب، إلا لا يعطى. لماذا؟ في مثل هذا الوقف العرف ليس كذلك. العرف يعني إعداد الطعام ثم إطعامه. ثم وهل يشترط فيه الفقر؟ ذكر أولا يعني صرف للوارد، يعني لكل ضيف يعطى، يعني يعتبر في هذا الضيف الفقر
هل ينبغي أن يكون فقيرا؟ لا. هذا الذي قال، قال شيخنا الظاهر لا، بل لو كان فقيرا أو غنيا أيا كان يعتنى. ثم وسئل شيخنا الزمزمي رحمه الله عما وقف ليصرف غلته للاتعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رجل وقف ماله أرضا أو كذا كذا، لماذا؟ ليصرف غلته للاتعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز للناظر أن يطعمها، أن يطعم الغلة من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد؟ هذا عند الناظر نزل بعض الضيوف، حتى في غير شهر المولد، يعني هذا شهر ربيع الأول، نعم، بذلك القصد ينفق في غير شهر ربيع الأول بذلك القصد، يعني بقصد الاتعام، نعم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القصد، أو لا، أو لا يجوز، هكذا سئل. وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك؟ هذا سؤال ثاني بالنسبة إلى هذا الوقف، هل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك، يعني من ذلك الوقف، إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين؟ ليس لهذا القاضي أن رزق من بيت المال وليس له رزق من مياسير المسلمين، عندئذ هل يجوز له لك؟ فإذا لو كان له أحدهما أن رزق من بيت المال أو من مياسير المسلمين لا يجوز له، فهذا سؤال يعني عندئذ. فأجاب بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في الماء في طعام من ذكرها، في طعام من ذكر معناه من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد يجوز، ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا، نعم، لأنها صدقة، والقاضي إذا لم يعرفه هو المتصدق ولم يكن القاضي عارفا له. قال السبكي رحمه الله لا شك في جواز الأخذ له، يعني هل يعتبر هذا هدية للقاضي؟ لو كان يعتبر هدية للقاضي فحكم الهدية حرام، لا يعطى، يعني لا يقبل، لا يعطى القاضي الهدية، وكذلك لا يأخذ القاضي الهدية، لماذا؟ يكون فيه استمالة قلبه، فإذا لو قدم إليه هدية ممكن بعد ذلك هذا المهدي يأتي مدعي أو خصما في دعوة، فإذا هذا قاضي يحكم يعني موافقا له لأجل هذه الهدية، لذلك هدية لا يجوز. أما هذا ليس هدية بل هذه صدقة، لو كان هدية أيضا لا، القاضي لا يعرف هذا المهدي، وكذلك المتصدق لا يعرف القاضي، يجوز بلا شك ولا خلاف، وهنا هكذا، فالقاضي قاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا له. قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له، نعم، وبقوله أقول لاندفاع المعنى المانعي، من هو؟ نعم، هذا سئل شيخنا الزمزمي، نعم، الزمزمي رحمه الله ماذا قال؟ أو بقول السبكي أقول، لماذا؟ لاندفاع المانع، مانع هذا يعني استمالة قلبه، ميل قلبه، وإلا يحتمل أن يكون كالهدية، وإلا يعني إن كان يعرف المتصدق يعرف القاضي والقاضي يعرفه، فإذا يكون كالهدية، معناه لا يجوز له أخذها، نعم، بل يحرم عليه أخذها. ثم ويحتمل الفرق، ثم قال وإلا يحتمل أن يكون كالهدية، هذا احتمال، والاحتمال الثاني الفرق، كيف؟ بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة، يعني ثواب الآخرة فقط، بخلاف الهدية، الهدية يراد بها استمالة قلبه، وهنا لا يراد به، بل قال يكون غنيا، فإذا في حقه يعتبر هذا ثواب الآخرة عندها. وقال ابن عبد السلام رحمه الله ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة
أخل بها في بال الأيام. أني رجل وقف شيئا بشرط وظيفة، يعني بشرط عمل كالقراءة كذا كما سبق المثال، يعني هذا وقف على من يقرأ على قبر أبي كل يوم جمعة سورة ياسين هكذا هكذا. ثم هذا رجل، فإذا هذا ناظر قرر له رجلا، فهذا الرجل ما قرأ يوما جمعة ما قرأ، فإذا لا يستحق، يعني هذا يسقط، هذا الذي قال ولا يستحق ذو وظيفة، ثم ذو وظيفة من غلة الموقوف عليه، موقوف على من يقرأ كل يوم مثلا جزء من القرآن هكذا قرأت أخل بها، فهذا الرجل أخل بالوظيفة، صاحب الوظيفة أخل بالوظيفة، وهذا صاحب لا يستحق. متى أخل؟ في بعض الأيام. إذا لا يستحق هناك، لو استناب هل يستحق أو لا؟ ممكن هو لم يقرأ بسبب مرض أو غير آخر، ثم استناب، يعني جعل آخر نائبا، أو لم ينب. هذا تفصيل يذكر الإمام النووي رحمه الله. وقال النووي رحمه الله إن خلى واستناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه ويستحق، وإلا لم يستحق، يعني لو لم يستنب لغير عذر لمدة الاستنابة لا يستحق لمدة الاستنابة. فإذا أولا قال ابن عبد السلام رحمه الله أفتى بأنه لا يستحق، فإذا لا يستحق شيئا أصلا، أو لا يستحق يعني مقدار مدة إخلاله، يعني لا يستحق مقدار مدة إخلاله فقط، يعني هذا الذي قال هنا ما لم يستحق لمدة الاستنابة فافهم، فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة لإخلاله، أفاد يعني قول الإمام النووي رحمه الله لم يستحق لمدة الاستنابة، فهذا القول أفهم وأفاد ماذا؟ بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال. فإذا في بعض مثلا في هذه السورة لا يقرأ في جميع أيام الجمعة، بل في بعض الجمعة يقرأ وفي بعض الجمعة لا يقرأ، فإذا لو قرأ جمعة وهو يستحق، لو لم يقرأ جمعة لا يستحق حقا، يعني هذا التفصيل. وهو ما اعتمده السبكي رحمه الله كابن الصلاح رحمه الله في كل وظيفة تقبل الإنابة، تقبل الإنابة كالتدريس والإمامة هكذا. فإذا رجل عين مدرسا وعين له يعني هكذا، لا وقف على هذا المدرس هكذا شيئا، فإذا غلته لهذا المدرس. لو أخل بيوم بالتدريس به هو لا يستحق، لكن هذا كان لإخلال عذر وهو أناب رجلا آخر، فإذا يستحق، هكذا مسألة الإمامة. ثم ولموقوف عليه ريع، من هنا يبين يعني ماذا يستحق الموقوف عليه، ما هي حقوق الموقوف، يعني الذي سبق يعني بيان شروط الوقف اتباعها عدم اتباعها، هذا التفصيل قد من هنا يبين ماذا يستحق الموقوف عليه. فإذا ولموقوف عليه ريع، موقوف عليه ماذا وقف عليه؟ عين، لأن عين هو نائب فاعل لموقوف، فإذا رجل وقف عليه أي شيء عين، هذا الوقف يكون بالعين كما سبق، العين هي التي توقف، لكن وهذا العين وقف كيف وقف؟ مطلقا أو لاستغلال رأيها، هذا هو المهم. لم يعين يعني منفعة خاصة للموقوف عليه، بل أطلق هذا وقف لفلان أو وقف للفقراء هكذا، وقف للمدرس أو للإمام هكذا هكذا،
أطلق عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره لم يعين أو عين، لكن ماذا قال؟ لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها، يعني من هذا العين لم يعين نفعا خاصا. مثلا رجل يعني وقف بقرة ثم بعد ذلك ذكر يعني لعمل الحرس، أو وقف يعني إبلا وذكر للركوب، أو يعني وقف هكذا إبلا وذكر لحمل الأثقال، فإذا هذا حمل الأثقال أو يعني الركوب أو الحرس كلها نفع خاص، لم يعين الواقف هكذا نفعا خاصا. لو بين هكذا نفعا خاصا يتبع، هذا سيأتي مفصلا. فإذا هذا ولموقوف عليه ريع، أين هذا في الصورتين؟ إما يكون الوقف بالإطلاق أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها. عندئذ يكون جميع ريع هذه العين للموقوف عليه. ما هو المراد بالريع هذا الذي يبين؟ وهو فوائد الموقوف جميعها، فوائد العين الموقوفة جميعها يدخل في قوله ريعنا كأجرة. مثلا رجل وقف عبدا، فإذا هو يذهب يعمل للأجرة أو يعني وقف دارا، فإذا هذا تستأجر الدار يحصل على الأجرة هكذا. أو در دران لبن، ثم وولد حادث بعد الوقف، هذا يعتبر من الفوائد لو كان مقارنا سيأتي حكمه. وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط، شرطاني شرط القطع، لكن عند شرط القطع يعتبر أمر آخر. ولم يؤدي قطعه لموت أصله، فإذا لو كان يؤدي قطع هذا الغصن لموت أصله يعني أصل الشجرة تموت الشجرة، فليس هذا من الفوائد. نعم، فيتصدق في فوائد فيتصرف. نعم، فإذا هذا كل ملك لمن؟ للموقوف عليه. فإذا فيتصرف من؟ هذا الموقوف عليه، هو يتصرف في فوائده، في فوائد الموقوف تصرف الملاك بنفسه وبغيره، ويتصرف تصرف المالك كأنه مالك لهذه المنافع، نعم، لهذه الفوائد. أما بالنسبة إلى العين هو لا يملكها. نعم، إما كيف يتصرف؟ إما بنفسه أو بغيره، يعني وكيلا أو أجيرا هكذا، ما لم يخالف شرط الواقف. نعم، في هذا التصرف ينبغي أن يتبع شرط الواقف، لأن ذلك هو المقصود من الوقف، لأن ذلك معناه هذا دليل لقول المتن ولموقوف عليه ريع. فإذا هذا دليل قوله ولموقوف عليه ريع، لماذا؟ لأن ذلك هو المقصود من الوقف، يعني كون الريع للموقوف عليه هذا هو المقصود من الوقف، لذلك هذا الريع له يتصرف فيه كما يتصرف المالك. نعم، وأما الحمل المقارن هذا محترز قوله من الفوائد، وولد حادث بعد الوقف. نعم، ولد حادث بعد الوقف معناه حمل حادث ثم ولد، فإذا لو كان الحمل مقارنا للوقف فوقف، لا فوقف تبع لأمه. نعم، الحمل المقارن للوقف فوقف، والولد أيضا موقوف تبع لأمه. نعم، أما إذا وقفت عين لنفع خاص، هذا معترض قوله
أو الاستغلال رأيها لنفع لغير نفع خاص. فإذا لو كان الوقف على استغلال رأيها لنفع خاص، مثلا هذاك دابة للركوب ففوائدها من در ونحوه، در أو جرة هكذا كل للواقف. نعم، هذا لا يكون للموقوف عليه بل هو للواقف. نعم. ولا يجوز وطو عامة موقوفة، يعني وطو لمة الموقوفة ليست من فوائدها، لذلك لا يجوز وطوها لا من واقف ولا أو موقوف عليه، لا يجوز لهما، لا يجوز للواقف ولا يجوز الوطو للموقوف عليه ليس لكليهما. لماذا؟ لعدم ملكهما، يعني عندما وقفت اللمة خرجت من ملك الواقف، ثم هذا الموقوف عليه لا يملك يعني منفعة البضع لذلك. هذا منفعة البضع كيف يملك؟ إما بالنكاح أو بملك الرقبة، وهنا ليس له ملك الرقبة، والموقوف عليه لا يملك رقبتها لذلك لعدم ملكهما. بل يحدان، يعني لو وطئها أحد ما واقف أو موقوف عليه يجرى عليهما الحد، يعني يحدان حد إما جلد أو الرمي، يعني كهما زنيا فإذا يجرى عليه حد الزنا. ويزوجها قاضنا، هل يجوز يعني تزويج هذه اللمة الموقوفة؟ نعم، هذا يزوج القاضي بإذن الموقوف عليه، لا له ولا للواقف. هل يجوز حينما يجوز أن يزوجها للموقوف عليه أو للواقف؟ لا يجوز للموقوف عليه ولا نعم ولا يجوز للواقف يعني. لماذا؟ هناك قولان ضعيفان، أحدهما أنه ملك للواقف، لو كان ملكا للواقف لا يجوز تزويجها له، وكذلك قول آخر أنها ملك للموقوف عليه، إذن لو كان ملكا للموقوف عليه فلا يجوز تزويجها له. اعتبارا بهذين القولين قال لا يجوز له للموقوف عليه ولا للواقف. ثم أعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى، هذا ملك ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدميين. أولا قال ينتقل إلى الله تعالى، فإذا هناك شبهة، لإزالة هذه الشبهة فسر بقوله أي ينفك عن اختصاص الآدميين. ما هي الشبهة؟ هذا كل ما في السماوات والأرض، هذا السماوات والأرض وما فيهما كلها ملك لله تعالى، ثم بالوقف ينتقل، ما معناه؟ هذا الذي قال أينفق عن اختصاص الآدميين، أصلا هذا ملك لله تعالى، لكن كان يختص بالآدميين، لكن هذا الاختصاص قد انفك، هذا معنى قوله ينتقل إلى الله تعالى. نعم. فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له، فإذا رجل شغل المسجد، يعني هو جاء بأمتعته ووضع في المسجد، فإذا يجب عليه أجرة يؤتي للمسجد الأجرة، ثم فتصرف لمصالحه على الأوجه. نعم. وهذا لكن هناك قيد، يعني هذا المتاع ممكن هذا مسافر يأتي للصلاة وهو يضع حقيبته في جانب المسجد، أو يعني ممكن هو يعتكف ويأتي بأمتعته، أو في بعض المساجد تجري حلقة الدروس، فإذا المتعلمون ممكن يبيتون في المسجد فإذا يكون هناك أمتعة، وهذا مستثنى، وهذه الأمتعة يعني أمتعة غير محتاجة، هكذا ذكر العلماء. قال الشرقاوي رحمه الله، نعم، ذكر الرافعي في تاريخ قزوين كتابه ما هو صريح في جواز
വലഈ മുജാവിരിൽ അസ്ഹർ, മുജാവിരി ജാമിൽ അസ്ഹർ ഔ മുജാവിറു യസ്കുനൂനക യജൂസു ലഹും വലഉ ഖസാഇനിഹിം ഫീഹി അയ്ന ഫിൽ അസ്ഹർ അല്ലത്തി യഹ്താജൂനഹ ലികുതുബിഹിം. فإذن هؤلاء المجاورون مجاورو جامع الأزهر لما يجاورون للتعلم، فإذن يكون عندهم خزانة لحفظ كتبهم، تحفظ هذه الخزانة في المسجد في جامع الأزهر، نعم يجوز لهم لكتبهم ولما يلترون لوضعه فيها من حيث الإقامة لتوقفها عليه، فإذن هم يقيمون، فإذن باعتبار يعني إقامتي وهم يحتاجون إلى أشياء يلترون، فإذا هذه الأشياء أيضا يحفظون في المسجد وهذا جائز. لماذا؟ لتوقفها عليه، لتوقف الإقامة على هذا الشيء، دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنها. فإذا لو كان هذه الأمتعة ليست لكتب خزانة لكتبهم ولما يلترون لوضعه هكذا، بل هذه يعني ما يستغنون عنها ولا أجرة عليهم، فإذا هذا لا يجوز. يجعلون لأمتعتهم التي يستغنون عنها ولا أجرة عليهم. لما جاز وضعهن أولا ذكر يعني هذا يجوز عند الجواز، هل يجوز مع الأجرة أو بدون الأجرة؟ هذا بدون الأجرة، بخلاف وضع ما لا يحتاجون إليه فإنه لا يجوز عليهم الأجرة. هكذا فصل الإمام الرافعي رحمه الله في تاريخ قزوين. فإذا هذا ما ذكر في فتح المعين يقيد بقوله هنا. فإذا هذا أمتعة يعني أمتعة غير محتاجة عليه هكذا. ثم فائدة، ومن سبق إلى محل من مسجد لقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له، يعني إقراء علم آلة للعلم الشرعي أو لتعلم، إما لإقراء قرآن يعني تعليم القرآن أو تعليم الحديث أو تعليم علم شرعي أو تعليم آلة للعلم الشرعي من العلوم العربية كذا نحو صرف معاني منطق هكذا، أو لتعلم ما ذكر، إما للتعليم أو للتعلم، ما ذكر يعني قرآن حديث هذا علم شرعي آلة، كسماع درس بين يدي مدرس، تعلم ما ذكر مثل ما كسماع درس بين يدي مدرس. ثم هكذا هو سبق إلى محل من المسجد لأحد هذه الحوائج، ثم ماذا فعل؟ فارقه وفارقه. لماذا فارق؟ ممكن لعذر أو بدون عذر، ليعود إليه. عندما فارق هذا المحل ممكن هو أصابه كسل أو ملل، فإذا قام ومشى بعدا، ثم بعد ذلك أراد أن يعود إلى ذلك المحل ويجلس ويستمع أو يعلم هكذا، أو يعني للتحدث مع آخر، أو جاءه دعاه آخر هكذا، بعذر أو بلا عذر أيًا ليعود إليه. ولم يطل مفارقته بحيث انقطع عنه إلافه، فحقه باق. ثم ولم يطل عند نية العودة هو فارق، ينظر هل طال مفارقته عند طول المفارقة، هذا طول هل يعتبر بشيء يقدر بشيء؟ نعم، هذا طال بحيث انقطع عنه ألافه، ألاف يعني من يألف هذا المكان، هكذا لو طال لا يبقى حقه، لو لم يطل هذا الطول يبقى حقه، فحقه باقي، لأن له ورلا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس. هكذا لو سبق إلى محل إلى مكان من المسجد هكذا يألف هذا المكان، الناس يألفون هذه الأماكن، إذا طالب يجلس يعني في مكان مصدري يختار هكذا ثم يجلس، كذلك المصلي، كذلك المدرس، وهو يعين يعني مكان ملائم له ثم يجلس، يعني هذا هو إلفة الناس، عندئذ حقه باق. ما معناه حقه باق؟
ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته. فإذا لا يجوز لغيره أن يمنعه إذا رجع، بل لو رجع يترك له محله. فإذا وقت غيبته هل يجوز لغيره الجلوس في هذا المكان؟ نعم يجوز كما ذكر في التوفيق، ذكر فيه ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته جائز، لكن لو رجع هو يترك له حقه. نعم. ثم وقيل يبطل حقه بقيامه، لو قام من هذا المحل بطل حقه، هكذا قيل. وعطالوا في ترجيحه، في ترجيح هذا القيل نقلا، نقلا للمتقدم، ترجيح نقلا ليس يعني دليلا. ثم ومعنى نقلا، ومعنى نعم نقلا ومعنى، ومعنى اتفقنا على قوله نقلا، يعني نقلا عن المتقدمين وأدلة من الآية والأحاديث هكذا. ثم أولي الصلاة، أولي الصلاة هو عطف على قوله لإقراء قرآن، إذن معناه من سبق إلى محل من مسجد للصلاة ولو قبل دخول وقتها، قبل دخول وقت الظهر هو جاء ثم جلس ثم لأجل صلاة الظهر هكذا، أو قراءة أو ذكر، الذي سبق يعني تعليم للعلم أو تعلمه، وهنا للعبادة للصلاة أو قراءة أو ذكر، وفارقه بعذر كقضاء حاجة وإجابة داع فحقه باق لو كان بعذر. فإذا لو لم يكن بعذر، أما إذا فارقه لا لعذر أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقا. نعم. وهنا ذكر يعني فارقه بعذر، فإذا لو فارق بدون عذر فيبطل حقه. نعم. فحقه باق. نعم. ولو صبيا في الصف الأول، ممكن هذا الرجل هو صبي، هو يعني دخل المسجد واتخذ مكانا من الصف الأول ثم فارق، فهذا حقه باق في تلك الصلاة، لكن بالنسبة إلى تلك الصلاة حقه باق، فحقه باق في تلك الصلاة. يعني سبق بينا، يعني سبق إلى مكان من مسجد للصلاة صلاة الظهر، أما بالنسبة إلى صلاة العصر ممكن هو صلى الظهر ثم خرج ثم جاء لصلاة العصر، فإذا هذا حقه ليس بباق في تلك الصلاة باق. هذا قوله في الصلاة في تلك الصلاة متعلقة بقوله باق. وإن لم يترك رداءه فيه، يعني عندما فارق هذا المكان لو لم يلا علامة في هذا المكان أيضا يبقى له حقه، فيحرم على غيره العالم الجلوس فيه بغير إذنه. نعم. هنا أيضا كما ذكرت سابقا، يعني وقت الغيبة يجوز له الجلوس، وهنا ذكر وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء، أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك. إذن ما معنى حقه باق؟ هو يعني حرمة الجلوس هذا منعه إذا رجع من هذا المكان. ثم بغير إذنه أو ظن رضاه. نعم. إن أقيمت الصلاة في غيبته، ممكن هذا الرجل خرج لعذر لقضاء حاجة عند خروجه من الصلاة من المسجد ووقت غيبته أقيمت الصلاة، فإذا هل يترك مكانه بدون إتمام الصفوف؟ لا. هذا الذي قال أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه، صد الصف في مكانه بدلا من الصف أو مكانه أيضا، ثم مفعول به للسد. نعم.
لحاجه اتمام الصفوف ذكره الأذرعي وغيره فلو كان له سجادة ممكن هذا عندما فارق ترك هناك سجادة أو كان جلس على سجادته إذن ماذا يفعل بسجادته هل يجوز لآخر أن يصلي عليه أو يجلس يعني عند إتمام الصفوف هذا ثم يعني سد مكانه إذا فإذا هذا سجادته باقية ماذا يفعل بها هذا الذي قال فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لا يرفع هذه السجادة عن الأرض بل ينحيها برجله أو بيده بدون أو بعصاه بدون رفع عن الأرض ينحي لماذا قال يعني لا من غير أن يرفعها بها عن الأرض هذا الرفع ليس بحرام بل هذا يعني لئلا يدخل في ضمانه لو رفعها عن الأرض هذا السجادة داخلة في ضمانه في ضمان الرافع لذلك قال من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه أما جلوسه لاعتكاف هذا مسألة أخرى أولا ذكر يعني مسألة الجلوس للتعلم والتعليم ثم ذكر مسألة الجلوس للصلاة والقراءة هكذا وهذا مسألة الجلوس للاعتكاف فإن لم ينوي مدة بطل حقه بخروجه نعم ولو لحاجة ممكن هو خرج لقضاء حاجة هكذا حاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها أثناء المدة المعينة لحاجة ممكن هذا رجل نوى وقصد أن ينوي الأشهر الأواخر من رمضان فإذا هو يخرج للحوائج فإذا هل يبطل حقه؟ لا يبطل حقه كلما يخرج أثناء هذه المدة لا يبطل حقه بل لو رجع يترك له مكانه هكذا وأفتى القفال رحمه الله بمعنى تعليم الصبيان في المساجد في بعض الأماكن يعني الأولاد يعلمون في المساجد لكن الصبيان هذا الصبي من هو؟ هل هو غير المميز أو غير البالغ؟ للفقهاء إطلاقان للصبي صبي في بعض الأحيان هو غير المميز في بعض الأحيان هو غير البالغ هنا يعني غير المميز ليس غير البالغ نعم هناك ذكر في التحفة لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كامل التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد فإذن هم كاملوا التمييز ومع ذلك من يعلم معلم يصونهم إذن عما لا يليق عما يصدر منهم ما لا يليق بحرمة المسجد لو وقع منهم ما لا يليق بحرمة المسجد يكون شؤما في حياته لذلك ينبغي أن يحفظهم معلمهم من ذلك ولا يباع موقوف هذا مسألة بيع الموقوف هل يجوز أو لا يجوز هذا مسألة ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يباع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه مثلا انهدم مسجد أو يعني تعطل بخراب البلد مثلا هذا البلد قد خربت إذن تعطل مسجد هل ينقض هذا المسجد يباع هذا المسجد لا فتعذر إعادته يعني إعادة هذا المسجد بعد الانهدام لا يمكن إعادته فإذن هذا مكان هذا المسجد هل يباع لا بعد الانهدام لا يبقى إلا هناك هذا الأرض البناء يعني قد انهدم أو في مسألة التعطل يكون هناك مبنى موجود بناء موجود لكن لا يكون أحد من الناس يصلي فيه هكذا إذن هل يباع هذا البناء أو هذه الأرض أرض المسجد لا يباع هل يعود ملكا لا يعود ملكا بعد الوقف بحاله لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه لماذا لا يعود ملكا لماذا لا يباع صلاة ممكنة
والاعتكاف ايضا ممكن في ارضه، يعني في ارض المسجد، ارض موجود. نعم، يعني اندفاع موجود. ثم او جف الشجر الموقوف او قلعه ريح، هكذا جف او يعني قلع، لم يبت للوقف، هل يبت للوقف به؟ لا يبت للوقف، بل يندفع به. كيف هذا؟ نعم. معذرة، أمتعة المسجد مثلا، بساط المسجد إذا غير، ما ما أزيل من المسجد نعم. مثلا بساط وغير جاء بالجديد، فيجوز؟ نعم، سيأتي المسألة، سيأتي المسألة في الكتاب، في الكتاب يأتينا. لم يبت للوقف، وهكذا شجر موقوف جف أو قلعه ريح، يعني هبت ريح كبيرة، فإذا هذا انقلع، هل يبت للوقف؟ لا يبت للوقف. لو لم يبت للوقف لا يباع. البيع متى يكون؟ لو رجع إلى ملك، هكذا لا يباع ولا يوهب أيضا، بل يندفع الموقوف عليه. كيف يندفع؟ بدون بيع هو يندفع به فقط، ولو بجعله أبوابا. ممكن أو هو يصنع من خشب هذه الشجرة أبوابا، ثم يستعمل هذا. إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله، متى يصنع بابا؟ لو لم يمكن إجارته، ممكن هذا يعني يقطع هذه الشجرة حسب اندفاع خشبها، ثم يجار يجار هكذا يندفع. فإن تعذر الاندفاع به إلا باستهلاكه، لا يبقى شيء من الاندفاعات، بل استهلاك يعني إحراقه، كان صار لا يندفع به إلا بالإحراق، انقطع الوقف. نعم، أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد. إذن هل يجوز البيع وقتئذ؟ هو ملك، ثم وهو يحرقه، هذا الذي قال فيندفع بعينه، يعني هو يحرقه، يستعملها لإحراق النار، ولا يبيعه، لا يستطيع البيع. نظيره يعني علمت يعني أم الولد، علمت أن أم ولد يستخدمها المولى لكن لا يبيعها، كذلك يعني لحم اللضهية، لحم اللضهية يعني المضحي يندفع به، جلد اللضهية يندفع به، وذلك لا يبيع، كذلك هذا أيضا يندفع به لا يبيع. ويجوز بيع حسر المسجد، أنا هذا الذي سألته، أخ نعم، يجوز بيع حسر المسجد، حسر جمع حسير، البساط، نعم، السجادات هكذا، الموقوفة عليه، هذا يذكر المسألة، لو كان الحسر موقوفا، لكن عادة في المساجد لا تكون موقوفا، بل تشترى للمسجد فقط، هذا حكمه آخر، هذا تفصيل آيتي كما سيأتي في الكتاب. نعم، حسر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها، هذا بلية البلاء يعني مراده هذا، ذهب جمالها ونفعها. نعم، وكانت المصلحة في بيعها، عندئذ يجوز بيعها. نعم، وكذا جذوعه المنكسرة أيضا، جذوع جذوع نعم. إذا وهبت هذه الحصر للمساكين وللمحتاجين لا ببيع، مثلا الناظر لا 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 وهب هذه الحصر، لا يجوز، لا 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 يجوز، يعني هذا تباع ثم بعد ذلك الثمن يصرف في مصلحة المسجد، هكذا. ثم هذا بالنسبة إلى الموقوفة، عادة في مساجدنا في زمننا في المساجد لا تكون يعني الحسر الموقوفة، بل حسر مشترات للمسجد، هذا حكمه آخر. مشترات للمسجد وغير به، نعم، حكم سيتأتي.
وكذا جذوعه المنكسرة. جذوع منكسرة يعني يستعمل لجذوع أعمدة للمساجد، يكون عمودا عمودا هكذا. فإذا جذوع، ما معنى الجذوع؟ جذوع النخلة ما بين أصلها التي أصلها الذي في الأرض ورأسها، هكذا عرفوا الجذع الفقهاء. ماذا ما شاء الله نظرهم دقيق. ها جذع يعني أنا رأيت يعني تعريف القميص في باب الجمعة، يعني ذكروا يسن لبس القميص يوم الجمعة، ثم عرفوا يعني القميص ما يستر جميع البدن. نعم هذا هو القميص. كذلك هذا أيضا جذع يعني ما بين أصل النخلة في الأرض إلى رأسها. هذه الجذوع لو انكسرت يجوز بيعها خلافا للجمع فيهما، يعني جمع خالفه، ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حسير أو جذع به. يعني هذا الذي قلت. نعم هذا يباع ثم ماذا يفعل؟ يصرف ثمنها لمصالح المسجد. وهذا متى يصرف ثمنها لمصالح المسجد؟ إن لم يمكن شراء حسير أو جذع به. مثلا هذا الحصر أني القديمة، أني بيئة للإحراق أو يعني منفعة أخرى، يكون ثمن يعني مقدار قليل، لا يمكن الشراء بهذا الثمن حسير جديد، يعني يكون هناك تفاوت بعيد، لذلك يصرف في مصالحنا. كذلك بالنسبة إلى الجذع، والخلاف في الموقوفة. نعم فهذا هنا هذا الخلاف يعني هل يجوز أو لا يجوز، جم من العلماء منعه. فهذا الخلاف في الحسر الموقوفة، ولو بان ولو بأن اشتراها الناظر. نعم ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها، هذا غاية للموقوفة. يعني عندما يذكر هذا حسر موقوفة يتبادر منه هذا أن هذه الحسر وقفها واقف للمسجد، لا حاجة إلى ذلك، بل هذا ناظر المسجد اشترى هذه الحسر ثم وقفها على المسجد، فهذا أيضا يعتبر في الموقوفة حكمها، بخلاف الموهوبة أو المشترى للمسجد. ممكن عندما يشتري للمسجد ممكن أن يشتري من غلة الوقف، يكون هناك يعني وقف للمسجد يؤخذ من غلته ثم يشترى الحسير للمسجد، وهذا أيضا وهذا ليس من الموقوفة، بل هذا أيضا من المشترى للمسجد، فتباع جزما، يعني ليس هناك خلاف، يجوز بيعها لمجرد الحاجة، لا حاجة إلى البلاء أيضا، لمجرد الحاجة أي المصلحة فقط. مصلحة يعني هذا تبديل، نعم تصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حسر بدلها، هكذا ذكر علي شبر أملس. وإن لم تبلع، نعم لمجرد الحاجة يجوز بيعها وإن لم تبلع. وكذا يعني هذا مثل الحسر والجذوع، أي شيء نحو القناديل، ولا يجوز استعمال حسر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا. فإذا هنا أيضا يعني لا يجوز يعني هبتها، بل يباع فقط. لماذا؟ يندفع به في المسجد، هذا ملك للمسجد، لأجل ذلك لا يوهب. هذه هي الحسر. لو لم يتعذر البيع، لو تعذر البيع يعني يترك. نعم هذا الذي سألت أخ يعني ويس. نعم نعم هذا كان ما سألته، جزاك الله خيرا. نعم نعم نعم. ثم ولا يجوز استعمال حسر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلق، سواء كانت لحاجة أم لا، كما أفتى به شيخنا.
مثلا يعني في بعض الأماكن يخرج يعني هذا حسير المسجد أو فراشه إلى مكان آخر يستعمل هناك ثم يرد، هذا ليس بجائز. حسر المسجد للانتفاع بالمسجد فقط، فراش أيضا هكذا. كما أفتى به شيخنا، ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد، هكذا هو اشترى أخشاب أو يعني أشياء أخرى أو هبت له، يعني هبت الأخشاب للمسجد وقبلها الناظر، جاز بيعها لمصلحة، كان خاف عليها نحو سرقة، خاف عليها نحو سرقة، لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد. فإذا هذه الأخشاب لو كانت موقوفة من أجزاء المسجد لا يجوز بيعها، وإلا يجوز بيعها، بل تحفظ له هذه الأجزاء، تحفظ أخشاب تحفظ للمسجد وجوبا، ذكره الكمال الرداد في فتاواه. ولا ينقل المسجد إلا إذا خيف على نقله. هل ينقل المسجد؟ لا ينقل المسجد إلا إذا خيف على نقله، نقل المنقول، منقول من الأحجار والأخشاب، عندئذ ينقل المسجد فينقل ويحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى. يعني عندما يعمر به مسجد آخر، المسجد الأقرب إلى المسجد الأول أولى. ولا يعمر به غير جنسه، غير جنسه كرباط وبير كاللكسي. يعني هل يعمر به رباط أو مدرسة أو بير؟ لا يعمر، كعكسه، كعكسه يعني ما هو وقف للرباط لا يعمر به المسجد، ما هو وقف للمدرسة لا يعمر به المسجد، يعني في جنسه يصنع أي يصرف، نعم، إلا إذا تعذر جنسه، عندئذ يجوز. والذي يتجه ترجيحه في الرأي وقف المنهدم، هذا مسجد قد انهدم لكن هناك مال موقوف لهذا المسجد، ماذا يفعل بهذا الرأي؟ أنه إن توقع عوده حفظ له، يتوقع عود هذا المسجد، فإذا يحفظ له هذا الرأي، وإلا صرف لمسجد آخر. فإن تعذر صرف للفقراء، يعني لو تعذر صرف هذا الرأي لمسجد آخر يصرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط، عند تعذر يجوز، فكذلك هنا أيضا يصرف عند تعذر. وسئل شيخنا أما إذا عمر مسجد بآلات جدد، بآلات جدد يعني أبواب نوافذ هكذا وبقيت آلاته القديمة، فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها؟ هناك مسجد آخر قديم، هل يجوز عمارته بها بهذه الآلات، أو تباع هذه الآلات ويحفظ ثمنها؟ فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث، أيضا قديم وحادث لا ينظر إلى القدم والحدوث بها بهذه الآلات. متى يجوز؟ حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها، يعني عند القطع يجوز، عند الجزم بأي شيء بعدم احتياج ما هي منه، ما يعني احتياج مسجد، ما واقعتنا لمسجد، فإذن عند قطع عدم احتياج ذلك المسجد هي، يعني هذه الأمتعة منه من هذا المسجد، فهذا المسجد لا يحتاج إليها، يعني إليها متعلقة بالاحتياج، نعم، عندئذ لا يجوز عمارة مسجد آخر قبل فنائها، قبل فنائها يعني قبل فناء هذه الأمتعة، نعم، هذه الآلات قبل فنائها، قبل فناء هذه الآلات. ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه، يعني هذا كلها مسائل الوقف، الوقف لا يجوز بيعه، نعم، عندها. ونقل نحو حسير المسجد وقناديله كنقل آلاته، فإذا هذا حسير المسجد أو قنديل المسجد، أو هذا لو كان موقوفا، نعم،
حكمه حكم نقل آلاته، يعني لا يجوز هذا. ثم بل لو تعذر هنا، يعني لو لم يحتج هذا المسجد يستعمل في مسجد آخر، كذلك هذا القنديل ليس محتاجا في هذا المسجد فيستعمل في مسجد آخر. ثم لو تعذر جنس المساجد فيستعمل في رباط هكذا، ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء. ثم هناك مال موقوف على المسجد، فهذا الريع، ريع هذا الموقوف على المسجد يصرف في أي شيء؟ هل يصرف في عمارته أو يصرف في أجرة مؤذنه؟ كذا كذا، هذا الذي يبين. إذن هذا موقوف مطلقا، وقفا مطلقا، أو يعني موقوف على عمارته، أو على عمارته عطف على قوله مطلقا، فيكون الوقف لصرف ريعه على عمارته. هذا يصرف، أين يصرف؟ في البناء، في بناء المسجد. وفي ولو لمنارته، هكذا ما هي العبارة؟ ولو نعم، ولو لمنارته، يعني ولو لبناء منارته أيضا يصرف. وفي التجسيس، التجسيس المحكم، المحكم يعني المثبت الذي يكون يعني فوق الحجارة، هذا هو التجسيس المحكم، استعمال الجسي. نعم، أما الذي يكون فيما بين الحجار وهذا ليس التجسيس المحكم، هذا يعني من نفس البناء، ثم هذا داخل في البناء الماضي. نعم، هذا هو الطلي. نعم، والسلم هكذا. ثم وفي أجرة القيم، يصرف في أجرة القيم، يكون للمسجد ناظر له أجرة يصرف في للمؤذن والإمام. فإذا هذا الريع الموقوف لا يعطى للمؤذن، لا يعطى في أجرة المؤذن ولا في أجرة الإمام، والحسري والدهني والدهني لا يصرف فيهما إلا إن كان الوقف لمصالحه. لو كان الوقف لمصالح المسجد فيصرف في ذلك. الوقف الأول يعني الماضي وقف مطلق أو وقف على إمارة المسجد، عندئذ هذا أجرة المؤذن والإمام والحسير والدهن ليست داخلة في الإمارة، أما هذه داخلة، فهي داخلة في المصالح، لذلك لو كان الوقف في مصالح المسجد يصرف فيهم. إذن هذه الأمور لا تدخل في عمارة المسجد، بل هي داخلة في مصالح المسجد، لذلك إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك. لا في التزويق والنقش، التزويق معناه هذا تزيين المسجد، تزويق يعني تزيين، تزيين من أموره هذا النقش، نقش المساجد لا يصرف فيه شيء، يعني هذه ليست ليست داخلة في المصالح ولا في الإمارة، لذلك لا يصرف في هذه الأمور. نعم، وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي رحمه الله في الروضة عن البغوي رحمه الله، لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي رحمه الله أنه يصرف لهما. نعم، لو كان الوقف مطلق أو الوقف للإمارة المسجد يصرف ريعه لأجرة المؤذن والإمام أيضا، وهو اللوج هنا فيه خلاف، هذا هو الراجح. نعم، كما في الوقف على مصالحه. نعم، يعني هناك جائز، كذلك عند الإطلاق أيضا جائز. ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به، أسرج به كل الليل، هذا رجل ماذا وقف ماله على دهن، يعني برأي ذلك الموقوف يشترى الدهن، والدهن الدهن يستعمل لإسراج المسجد، يعني لإسراج المصابيح في المسجد،
أسرج به متى كل الليل يعني من الغروب إلى الفجر أو إلى يعني ليلة يعني إلى طلوع الشمس. نعم هذا كل الليل يسرج متى هذا إن لم يكن مغلقا مهجورا. لو كان المسجد مغلقا مهجورا يعني متروكا لا يسرج وإلا يسرج طول الليل. وأفتى ابن عبد السلام رحمه الله بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس. يعني عندما قال أسرج به كل الليل إشكال في كل الليل لا يكون الناس في المسجد عادة، إذا لماذا يسرج كل الليل؟ هذا الذي قال في فتوى ابن عبد السلام يسرج مقدار يسير، يسرج مقدار يسير من المصابيح في المسجد ليلا. لماذا؟ ليس للانتفاع به الناس بل هذا لتعليم المسجد. فإذا هذا إيقاد المصابيح من أمور الاحترام والتعليم. احتراما مع خلوه من الناس. واعتمده جم وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي. هكذا خلاف في هذه المسألة. فإذا لو كان أحد من الناس في المسجد ينتفع به يسرج كل الليل، وإلا لو كان خاليا لا يسرج كما قال الإمام النووي في الروضة، لكن بناء على فتوى ابن عبد السلام يسرج لو كان خاليا ليلا. فيه فائدة أخرى. نعم قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاته وترابه. يحرم أخذ شيء من زيته يعني زيت موقوف للمسجد، شمع موقوف للمسجد، كذلك كما يؤخذ حصاته ترابه، حصات المسجد لا يؤخذ تراب المسجد. نعم ثم فرع ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح. مسألة أخرى، مقبرة يعني إما تكون موقوفة أو مسبلة، فإذا هذه مقبرة مباحة. مباحة معناه أليست مملوكة لأحد بل هذا يعني مباحة لجميع المسلمين. كيف تكون مباحة لجميع المسلمين؟ إما تكون موقوفة أو مسبلة هكذا. فإذا نبت هناك شجر ثمر هذا الشجر مباح. مباح يعني يجوز لكل أحد أحده ألا لكل أحد الأكل منه هكذا، هذا مباح. ثم وصرفه لمصالحه أولى. مع أنه مباح لجميع المسلمين صرف هذا الثمر لمصالح المساجد أولى، لمساجد المقبرة هذا مسجد لمصالح المقبرة أولى. وثمر المغروس في المسجد، مثلا هناك شجر مغروس في المسجد ثمره ملكه وملك المسجد، متى هذا يكون ملكا؟ إن غرس له يعني شجر مغروس للمسجد فيصرف لمصالحه. وإن غرس ليوكل أو جهل الحال، لماذا أن غرس؟ هل للأكل من ثمره يعني المصلون يأتون يأكلون هكذا، أو ليصرف يعني في مصالح المسجد، هذا حال مجهول عندئذ فمباح. نعم ليس ملكا للمسجد. وفي الأنوار ليس للإمام إذا درست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة. يعني إن درست مقبرة منذ مدة مديدة لم يقبر أحد من المسلمين في تلك المقبرة هكذا، إن درست لم يبق فيها شيء من الآثار، لا يظهر من رؤيتها أنها مقبرة. هل يجوز للإمام يعني إمام البلد حاكم البلد إجارة هذه الأرض يعني أرض المقبرة للزراعة؟ الزراعة مثلا لا يجوز هذا. وصرف غلتها للمصالح مصالح المسلمين هل يجوز؟ لا يجوز إجارتها وصرف غلتها.
حمل على الموقوفة. يعني ما ذكر في الأنوار هذا وفي الأنوار هكذا قال، وهذا المذكور في الأنوار محمول على ما على الموقوفة، يعني على المقبرة الموقوفة. فالمقبرة المملوكة ماذا حكمها؟ هذا الذي يقول بعده، فالمملوكة يعني المقبرة المملوكة لمالكها عين عرفا، هو ملك لمالك إذا درست، وإلا وإن لم يعرف مالكها فمال ضائع. هذا مال ضائع ماذا حكمه؟ أي إن أويس من معرفته يعمل فيه، يعمل فيه الإمام بالمصلحة. نعم. وكذا المجهولة، مجهولة يعني هذا حالها مجهول، يعني هل هي هذه المقبرة هل كانت مملوكة أو موقوفة، هكذا حال لم يعلم بل مجهول. ثم يعني يعمل الإمام بالمصلحة. وسئل العلامة الطنبذاوي رحمه الله في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر يندفع به. شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لهذه المقبرة ثمر. للشجرة شجرة يعني لم يكن لها للشجرة ثمر يندفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء. لكن هذه شبرة شجرة ضخمة يكون فيها أخشاب كثيرة، وهذه الأخشاب صالحة للبناء يعني لصنعها لصنع الأبواب منها أو النوافذ أو السقف أو العمود هكذا. ولم يكن لها ناظر خاص، لم يكن للمقبرة ناظر خاص. فهل للناظر العام، من هو الناظر العام أي القاضي، بيعها، بيع هذه الشجرة، بيعها يعني بيع هذه الأخشاب، وقطعها، قطعها يعني قطع الأخشاب، يعني يقطع خشبا خشبا من هذه الشجرة، وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين هل يجوز؟ فأجاب نعم يجوز للقاضي في الشجرة النابتة في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر. لو كان لها ثمر هو يفعل هكذا، كذلك لو لم يكن لها ثمر يفعل بخشبها هكذا. فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى، يجوز مع ذلك صرف يعني ثمر الشجرة في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. هذا بيع متى يجوز؟ لو سقطت الشجرة بنحو ريح يعني انقلعت. أما قطعها يعني قطع الشجرة مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع، يعني لا يجوز قطعها بل يجب إبقاء هذه الشجرة. لماذا؟ للرفق والرغبة بالزائر، الزائر يأتي فإذا هو يستدل، المشيع الذي يأتي بجنازة لدفنها وهكذا. نعم شيخنا. السؤال الأخير بالنسبة للمقبرة، بالنسبة للكلأ الذي كلأ المقبرة يأخذ أحد يحمله ما فهمت ما فهمت ما فهمت يعني الكلأ يعني يكون فيه كلأ العشب. فواحد يحصد ويأخذه إلى بيته لغنمه أو بقره، فحكمه ماذا ذكر الشجري مباح؟ يعني ذكرنا أنه مباح، ولكن حمله من المقبرة إلى مكان آخر مباح. مباح معناه يعني يجوز لكل أن يأخذه. جميل. لو كان مباحا يجوز لكل أحد أخذه.
ثم ولو شرط واقف نظرا له اي لنفسه او لغيره اتبع كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الاوجه فاذا هذا الواقف شرط نظارة الموقوف لرجل فهل يجب عليه قبوله قبوله كقبول الوكيل على الاوجه معناه لا يشترط قبوله لفظا بل يكفي عدم الرد وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة فإذا رجل عند الوقف شرط النظارة لرجل هل يجوز بعده عزله لا يجوز بعده عزله وليس له يعني وليس للواقف عزل من شرط نظره حال الوقف متى شرط حال الوقف شرط بعد ذلك لا يجوز عزله ولو لمصلحة يعني لو كان عزل لمصلحة أيضا لا يجوز معناه ليس بنافذ نعم وإلا يعني وإن لم يشرط لأحد فهو لقال لو لم يشرط الواقف نظارة الموقوف لأحد فهو لقال يعني هذا من مسؤوليات القالي قالي من أي قالي بلد الموقوف ليس بلد الواقف بالنسبة لحفظه ماذا يفعل وهو يحفظ ثم وإجارته وقال بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك مثلا قسمة الغلة كذا كذا فإذن مال الموقوف في بلد مال موقوف عليه في بلد آخر فإذن من يعتبر في بعض الأمور يعتبر قال بلد الموقوف في بعض الأمور يعتبر قال بلد الموقوف عليه هكذا بالنسبة إلى تقسيم الغلة وأمثالها يعتبر قاضي الموقوف عليه أما حفظ المال إجارته وعمارته هذا من مسؤوليات قاضي بلد الموقوفين على المذهب وإلا فلقال على المذهب على الراجح لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا أو موقوفا عليه يعني بعض قال هكذا الواقف هو الناظر أو الموقوف عليه الناظر فإذا ردنا عليه ما قال هذا على المذهب لقال لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط وجزم الخوارزمي وجزم بأنه للواقف النظارة للواقف ثم بعد موته لذريته هذا ضعيف قال السبكي رحمه الله ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره مثلا هذا الواقف شرط للناظر يعني منفعة خاصة من رأيه مقدار للناظر لو كان النظر للقاضي فهل يأخذ القاضي هذا المال هذا المقدار لا يأخذ ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره يعني بنظر القاضي لو صرح هو يأخذ وإلا لا يأخذ ثم كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة نظيره هذا وهو يرسل العمال ثم أو هو يعني يأخذ بنفسه ومع ذلك لا يأخذ سهم عامل الزكاة كذلك هنا قال ابنه التاج يعني والذي سبق سبكي هو تقي الدين سبكي الوالد تاج الدين سبكي ابنه قال ومحله يعني محل ما قال والده من عدم جواز أخذ القاضي شيئا شرط للناظر محله هذا أين في قال له قدر كفايته قدر كفايته من بيت المال أو من مياسير المسلمين عندئذ لا يأخذ وإلا يأخذ وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه فإذا هذا يخاف من القاضي ماذا أكل الوقف هو يأكل الوقف لماذا هذا قاضي جائر ظالم
لذلك يخاف. فإذا يجوز لمن هو بيده، لمن هو يعني الوقف والمال الموقوف بيده، يجوز له صرفه، صرف أي شيء، صرف هذا المال الوقف في مصارفه، يعني في مصارف الموقوف، أي إن عرفها ويسري، وإلا فوضه لفقيه عارف بها. لو كان هذا رجل عمي لا يعلم مسائل الوقف ماذا يفعل؟ أو هو يعطي هذا المال في يد فقيه وهو عارف بمسائل الوقف وهو يصرف، أو سأله وصرفها، إما يعطي فقيها أو يسأل الفقيه ثم يصرفها هذا الرجل. وشرط الناظر واقفا كان أو غيره، العدالة والاهتداء إلى التصرف. ثم مصنف أخيرا في هذا الباب يبين شروط الناظر. ما هو شرط الناظر؟ ناظر واقفا كان أو غيره، ممكن رجل حينما يقف يشرط نظارته لنفسه، عندئذ يكون الواقف ناظرا، ولهذا أيضا هذا الشرط، يعني لا يكون كل واقف ناظرا، بل لو استوفى هذه الشروط يصح له نظارته. هذا الذي قال شرط الناظر واقفا كان غيره العدالة، يجب العدالة، العدالة الباطنة ليست الظاهرة، هكذا قال. ولو امرأة أيضا والاهتداء إلى التصرف المفضل إليه، كذلك الاهتداء والقوة والقدرة أيضا في التصرف. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة، يعني لو شرط في الريع الوقف أجرة للناظر يجوز له هذا، وإن زاد على أجرة مثلي، ممكن هذا يكون مقدار زائد على أجرة المثل، يجوز له ما لم يكن الواقف. لو كان هذا الناظر هو الواقف، يعني هو شرط لنفسه هذه النظارة، لا يجوز له هذا الزائد. فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له. وإذن الواقف لم يشرط شيء إلى الأجرة للناظر، فليثبت للناظر شيء من الأجرة في بيت المال هكذا، أو يعني على الموقف عليه، هذا لا يثبت شيء. فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له. له رفع الأمر إلى الحاكم، لماذا؟ ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله، أجرة مثله، يعني الحاكم يقرر يعين له ما هو الأقل، أقل من أمرين، إما ينظر كم نفقته وكذلك ينظر كم أجرة مثله. لو كان أجرة مثل أقل حاكم يعين له أجرة مثله، لو كان نفقته أقل يعين له هذه النفقة، هكذا. لأجل ذلك يرفع الأمر إلى القاضي. ثم كولي اليتيم، حكم ولي اليتيم أيضا هكذا. نعم. فأفتى ابن السباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم. أولا ذكر يعني هو يرفع إلى الحاكم ثم حاكم يعينه، لكن هنا قال لا حاجة إلى الحاكم بل هو يستقل به، ذكر هكذا. وينعزل الناظر بالفسق. فإذا أولا تشترط العدالة، لو لم يكن عادلا لا يصح نظارته. لو شرطت لرجل فاسق نظارة الوقف لا ينفذ هذا الشرط. كذلك أولا كان عادلا ثم صار فاسقا عرض له الفسق، هو ينزل بالفسق فيكون النظر للحاكم، بعده يكون للحاكم. وللواقف عازل من ولاه ونصب غيره، يجوز للواقف عازل من ولاه، من ولاه كيف ولا نائبا عنه، ولا نائبا عنه هكذا. فإذا أولا ماذا فعل؟ هو شرط النظارة لنفسه ثم بعد ذلك جعل نائبا هناك، يجوز له عزله. أما
لو شرطت لا أردت لهذا الرجل لا يزول عزله لا يجوز عزله كما سبق. نعم. ونسب غيره إلا إن شرطت نظره حال الوقف. نعم. تتمة. لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. يعني المستحقون من هم؟ المستحقون يعني الموقوفون عليه، الموقوف عليه، هؤلاء مستحقون، يستحق رأي الموقوف، وهم طلبوا من الناظر أي شيء كتاب الوقف، الواقف يعني كتب كتابا، فإذا هم يريدون نسخ كتاب هذا الكتاب ويحفظون عندهم نسخة. لماذا طلبوا؟ ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقه، ممكن أيأتي بعده من يخاصمه هكذا. فإذا لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. نعم. بهذا فرغنا من باب الوقف، والذي يأتي هو يعني باب الإقرار. نعم. نوقف هنا. نعم. جزاك الله خيرا مولانا. إن شاء الله بعد تأتي اليومين نستأنف إن شاء الله. إن شاء الله. غدا نكون في مروز في موسكو. بعد غد صباحا سأصل إن شاء الله في البيت إلى البيت سالما غانما حامدا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. فرحا. بعد ذلك أنا أخبركم. أنتم أني تفضلون نفس الموعد تسترين. جميل هذا الموعد جيد كويس جيد. من السابع إلى إن شاء الله في نفس الموضوع حاول إن شاء الله سنستمر هذا الدرس. أنا في خدمة بلدكم إن شاء الله. أي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. إذن أنا أريد أن أودعكم في هذا الوقت إن شاء الله. إن شاء الله هذا جلسة توديع إن شاء الله. هذا الطلب لا تنسونا لا تنسونا ودبينا في دعائكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم انفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما أنسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هذه أهل النار. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وعدنا اللهم حلا وافرا بهما واجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشمل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأدرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اجعل جمنا هذا جما مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا منفردا ولا حروما. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما تحب وترضى. اللهم إنا نجعلك خليفة في أهلنا ومالنا وطمس على وجوه أعدائنا أمسخهم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل ونضل ونزل ونزل ونظلم ونظلم ونجهل ونجهل علينا. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا وصلنا إلى خير مقاصد. آمين. وعلينا عند الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والجدري والطاعون ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا وذبينا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بهذه البلدة الطيبة.
اللهم أوصلني إلى وطني سالما غانما محفوظا حامدا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خيرا، إن شاء الله تصير سالما إن شاء الله، وبلغ السلام إلى أهلك منا إن شاء الله. وبلغ